السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني المتابعين. يا هلا والله ومرحبا. اليوم بعطيكم سالفه الفقدان اللي صارت يوم اني اطلع من الرياض باتجاه دهنا والتنهات، وش صار معي يعني زبده وتفصيليه يعني بشكل سريع، بس ما تحلى الا مع قهوه. تقهو ليتكم عندي انا قهويكم، الزبده ما تحلى الا بقهوه. تمهيد قبل ما اقول لكم السالفه، انا من النوع اللي تجي خمه اصير احيانا مخطط واحيانا ها، لكن تجي خمه سريعه. شلون خمه سريعه؟ زي مثلا ايام زمان بالقنص، والحين مثلا اجواء شتاء، اجواء شيء هطول امطار شيء، ما اشوف احد حولي جازم انه يطلع، خلاص هذا ديدني ولا تعلق بالاحد. من النوع اللي اجزم يعني ما ادري ردا شيء بعد الله عز وجل، على طول ادوس. والله في نزل قمير، يا ما في احد عندي انزل. زي ذاك اليوم انا رايح ان كان في نزل للطيور قبل 7 أو 8 سنين، كان معي هوندا، لا وين اكثر، قبل 11 سنه كان معي هوندا كورد 2007. كان وقتها ابوي الله يرحمه كان موجود، كان حي. فرحت للرمحيه وادخل هوندا كورد بوعر، نسم ودوس واغرز ونسم وارجع ريوس قدم هذا واخذ اللي يكتب الله لي مقسوم وارجع. الزبده قررت اني اطلع من الرياض لنقم طوع، هو اللي محدده بالذات في حومه نقيان، طبعا تبعد عن بيتنا تقريبا بشرق الرياض 240-250 كيلو. طبعا احنا نتكلم عن القارمن، ولا ممكن يزود ينقص شوي، حاجة بسيطة. الزبدة حركت، حملت اغراضي، شلت كل شيء، توكلت على الله. حركت من هنا الظهر، وصلت المحطة، محطة يعني محطات اللي على خط الرياض. عبيت بنزين، عبيت الحافظة، أنا حطيت حافظة وحطيت فيها ثلج وحطيت فيها شوية مشروبات وحطيت فيها مياه يمكن أبو 7-8 ريال أمهات نص. ومعي علبة الماء الكبيرة ذي الجرة أبو 4.5 ريال أو 4 ريال، وشوية مياه من هنا، ما معي تانكي ماء. قلت هي يوم ثاني يوم وبرجع، بس بغطي المكان لأنه في حدث تاريخي صار بنقل مطوع وبرجع وبأشوف النقل اللي حواليه. طبعا المنطقة هذه كلها عبارة عن نقا، والنقا صعب طلوعه نهائيا إلا ما شاء الله، حتى يمكن المرهمات ما يقدرون يرقونه إلا بصعوبة تامة. وفيه النفط تصير أهون، وفيه الدكاكة أو يسمى الدكاكة، تصير سهلة ولا بها وعورة. فتوجهت أنا يوم وصلت حول تمير، قلت ما أنا بداخل من عند تمير، المدخل تمير اللي فيها البندق وذا، مع مدخل تمير قلت بروح مع الجهة الثانية. تعديت الأول اللي من عند حفرة عتش وبعدين تمير، تعديته جيت قلت بدخل من عند، قلت بروح بدخل من عنده اللي هو مدينة ستير صناعية، لقيتها قافلة يدخلك على تمير. قلت خلاص ما في مالك إلا تدخل تمير. رحت مع تمير في درب، أنا عارفة أنا من عند تمير أدخل من أول، كنت أروح لها وقت القنص، كنت أروح جربيع ما جربيع وجعيب الترباعة وبعض ذا، وكنت حتى بذاك الوقت كنا نجي سبحان الله ساقنا الله الواحد المغرز من أهل تمير، وطلعناه من الغراز وسبحان الله صار حولها بعد قمير ورميناه واخذنا مقزومنا ومشينا. الزبدة مشينا حنا مع الدرب، مشيت انا طبعا مو بمشينا انا الحالي، ما معي احد، انا ما في الا الله معي سبحانه وتعالى. دخلت من عند تمير، قلت بشق من عند المزارع، في هناك مزارع مدخل تمير او انها استراحات شاليهات من هذا الطريق. دخلت والله يمكن حدود 40 لا 20 كيلو،
كلها أرض مبسطة وردمية وحصى، وأشوف بيني وبين النقا 30 كيلو، بس أشوف اللي قدامي كلها ضلعان ضلعان حجر، يعني مستحيل هذه ترقاه. والله يوم صار حدود الساعة 5 العصر قلت تدري مالك إلا ترجع اكسب الوقت ورح مع الدرب الثاني. والله أنا يلا أطلع وادخل مع وين، مع من عند مرجوم، عبيت بنزين فل، فللت ولا اخذت مويه ولا اخذت شيء، على طول فللت ومشيت، ما ولا دخلت البقاله ولا شيء، لا كنت بكتفي بالمعي. والله وادخل من عند المرجوم وامسك طريق خط الكويت اللي هي 400 كيلو. يوم مشيت لحدود 30 كيلو واسي النقا، يعني صار معي بال 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 بالجارمن كذا مسطرة انه هذا على طول سيدة. والله وادخل فيه برج جوال بعيدا عن الخط يمكن 5-6 كيلو، وعاد كلها محافظة بحداثيات ومسجلها. طبعا هذا الحين بعطيكم سرد سالفة، احنا نبي نجيب وش اللي صار كلها بحداثية متسلسلة بفيديوهات. وادخل 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 لين تقريبا صار باقي على النقا يمكن اتوقع 20 كيلو، 22-25 كيلو، صار بدت تصير عندي طعوس. قلت تدري انت بالليل، هد الامور، طف الموتر، انزل صلح قهوه، صلح ذا، صلح عشاك، وامرح هنا، ولا الصباح رباح. وفعلا هذا اللي صار. يوم صار الفجر واقوم اصلي الفجر وانتظر شوي، يوم بدا يظهر شوي النور قلت بسم الله حركنا. واجي يا جماعة أقطع قطوع كلهن سيوف وكلهن نفود ووعر وما في جرات، يعني 90% أنا اللي قاعد أفتح، حتى اللي أشوف إن لقيت جرة تختفي. أشوفهم دايم يطيحون فناجيل مغرزين وأشوف حالتهم صعبة، وما شاء الله موتر داعس. وكل ما لي أقرب كل ما لي أقرب لين الساعة 8:30 وصلت بيني وبين نقا مطوع كيلو. بس قبلها وصلت عند، طبعا فيه نقا يمين وفيه نقا يسار، فيه نقا يمكن يعني بعضها معرفة كذا، وفيه نقا محيرقة. رحت لمها وبعدين انكست. طبعا المكان اللي غرزت فيه أنا جايه قبل وماشي ما أموري طيبة، وأنا راجع الساعة 8:09 سبحان الله ما شديت على الموتر. يوم ما شديت يوم علق، يوم مسك البطن. حاولت معه شوي يوم حفر، قلت لا أصبر، قلت أحاول يمين يسار. طبعا ما عندي دفلك، بديت أنسم الكفرات، كان الكفرات في 15، نسمتها شوي، حاولت سويت جميع الطرق. أخذ مني مجهود، قلت تدري خل نهدي، جربت كل الطرق اللي ممكن أني أقدر أطلع منها مرة، ولا معي أحد يعاوني بالحفر، يعني حتى بالحفر شوي ماش، حاولت مع قدام شوي مع وراء ماش، يبي لي أطيح وجهه، ولا ما معك خوي يعاونك. وهذه طبعا من الأخطاء، هذا يعني أنا أعترف أنه أنا طالع واني ما معي احد، وفوق ما معي احد، اني انا موتر وما معي موتر ثاني، وبعارة مستحيل الا ما شاء الله احد يروح هناك، يعني ينجو الا تكون بعجوبة. طبعا وعورتها مثل وعورة الربع الخالي، بل تضاريسها اصعب من الربع الخالي. يعني لو اقعد الحين بين 200 متر بين ذا بالعين المجردة ممكن ما تقدر تميز ان في احد جالس هنا، لو تغبى ما حد درى عنك. قلت تدري قعدت تقريبا 6 ساعات ما قدرت على الموتر، قلت تدري خلنا نروق هدي. وش صار عندي؟ صار عندي هنا، انا عندي الام مزمنة بالمنطقة هذه برقبة، اللي تابعوني الزمان عارفين المنطقة هذه، اني عندي الام مشكلة منها شدت معي. قلت تدري يوم صار ذا وادخل جوا الموتر وشغل مكيف، قلت خلنا تبرد شوي، بنزين فل وامور طيبه.
لا مو بنزين فول، البنزين فيه الربع الأول يعني فيه ثلاثة أرباع. نزلت من الموتر الساعة 4-5، فرشت الفرشة وأنا رقبتي مرة طاقة، كانت معي مخدة حاولت معها، زادت البلية بلية. يوم صار المغرب وأرمي المخدة وأسوي لي طريقة بفضل من رب العالمين، أمغط نومة من المغرب إلى الساعة 6 الصبح اليوم الثاني. قمت الصبح الحمد لله الفك الشد فك معي. الحين يوم الثاني ما في فايدة، حاولت سويت زويت وقفلت على الدفرانس اللي حفر اقفل عليها، اسوي نظام دفلك يدوي ماش، وحاسل الكليبرات وعضت عندي الفرامل وشق عندي لي الزيت الموصل للفرامل، وحاس علي عندي شوي امور وافك واربط. فجاني اجهاد، استهلكت شوي مويه وصرت اقتصد. قلت ادري مالك ان نتريح. يوم صار تقريبا الساعة 4 أو 5 العصر، طبعا بعلمكم حاجة يا اخواني، انا بالموتر شلون لا صار الشمس تجي من هنا بيجي ظلال من هنا، فاجي اروح اذري على نفسي من هنا، صرت اطفي الموتر ولا احاول اجده. طبعا طول الليل داقنا فليشر وكابس النور عالي لعله وعسى يصير ارشادية، يمكن يمر احد ولا شيء ما تدري. ما اسمع حس الا من بعيد، بين كل ساعة طيارة من بعيد، حتى الطيارة ما تشوفها. ف قلت خلاص طف الموتر وصرت اذري نفسي، صرت الحين مثلا الحين جاء الشمس من هنا بيصير في ظلال هنا، صرت اتكي هنا يا انام يا اريح يا ذا من هنا. ولا جت الظهر الحارة صرت انزل الدرايش واقعد بوسط الموتر، صار ظلال السقف هي اللي تدري علي. وش المغزى من هذا؟ احفظ الاملاح العرق احفظه بجسمي وما يطلع. ولا صار الشمس بتجي من هنا جيت من هنا يدري علي، يصير عندي يجين هبوب وشوي هواء، سواء صيف ولا شتاء الحركة هذه بعد الله عز وجل من جات. لأنه شوفوا من سبل النجاة، طبعا أنا شرحتها بمقاطع في اليوتيوب، ف يعني بنزلها الآن في المقطع اليوتيوب تباعا مع يعني هذه بخليها بالبداية كيف السبل النجاة. فيوم كنت أذري من هنا أصير أنا أحفظ رطوبة جسمي، أحفظ العرق ما يطلع، لأنه إذا طلع من عندك عرق هنا بداية الهلاك. ف قلت خلاص الحين احنا دخلنا مرحلة ايش؟ استنجاء استجمار. خلاص اي ماء عندك استهلكه يعني بالمعقول. اناظر عندي يمكن بس 5 علب قارورة مويه من نص ريال. طبعا قبل انا مصلح العشاء، هذا يوم ان الامور طيبة قبل يومين او يوم يعني. فالحين وشو؟ اقتصاد. عندي شوية ماء من ذوبان الثلج حافظة بالحافظة، وعندي مياه وعندي سفن وشوية أكل وعندي تمر. قلت ما في الاقتصاد الحين. تخيلوا من العصر إلى فجر اليوم الثاني حطيت راسي ونمت، ما غير أقوم أنا أنام وأقوم أنام وأقوم أصلي أنام وأقوم بس، ولا شربت، ما أذكر أني شربت شربة واحدة، اللهم أني تبول. قلت خلاص، وما شربت الا علبه اللي قلت لكم، الظاهر حتى ما شربت. يوم قمت الفجر قلت خله، طبعا سبحان الله المكان بارد والفراش والمده اللي هو السجاده اللي تحتي كلها رابصه مويه من الضباب، صارت زي الندى. فسبحان الله وكنت ارجف برد، لاني سبحان الله ما رجليني ما جبت معي انا يعني ما احتطت باللبس الثقيل، ما جبت معي شرابات. فكنت ادخل بالبطانية واتغطى مثل ما تشوفون انتم بالمقطع، اتغطى وتلحف.
سبحان الله يوم صار الصبح قلت تجيني افكار وانا افكر يعني وش اسوي وش اسوي. قلت مالك الله خلين تقتصد، عندك 3 علب مع مشروب كان معي سفنب. سفنب ترى بعد الله عز وجل ترى جميلة جدا اللي عندهم ضغط، هبوط الضغط عنده يعني هبوط او فقدان املاح، ترى بعد الله عز وجل ممتازة جدا انها ترفع عندك، فهي ممتازة جدا زي الحالات هذه، يعني زي يعمل عمل نوعا ما المغذي، لان فيها الصوديوم فيها املاح وفي سكريات، يعني ما اخذ جرعة الجلوكوز المركبة مع شوية املاح، هذه ترى مرة مرة ممتازة. فمخليها انا عندي مشروب طاقة شربته واكلت معها، كان معي كرسون جبن اكلته، لان يوم اني جيت سويت شوي مجهود جتني دوخة، فعرفت اني خلاص ابي اكل ابي لازم شوي اعوض، فاخذت الذي وصرت ايش اوفر مجهود. طبعا مثل ما تشوفون يديني، طبعا هذه الحمد لله هذه ثاني يوم الحين بالبيت وامور طيبة، في هنا جرح من سكين وشوي يعني مجهودات، في شيء حاجات من رجلين تكرمون ما ودي اوريكم اياه، جروح والام بدا يصير عندي شد برجون بالارجل باليدين برقبه. قلت تدري ما دام اني منهك وكذا مالك الا تكي بالموتر وخلاص لا تجد نفسك، الحين انت في يعني في وضع لابد انك تنتظر النجدة من أحد يجي يسعفك يتل الموتر يطلعك، الموتر شغال وكل شيء، اللهم العلقة اللي أنا عالقها كل بطن الموتر كله عالق، الدفرنسين البطن كله كامل داخل وكفرات تقريبا كلها يدور. فاللي حصل نزلت كل الدرايش طفيت الموتر ما عاد اشغله، لاني انا كنت مشغله بالليل خايف على البطاريه ومتاركه، وقلت بخليه. يوم صار تحت النص بشوي قلت لا لازم الحين احافظ على البنزين، البنزين بعد مهم جدا. قلت مالك الا تقعد، نزلت كل الدرايش. يوم نزلت كل الدرايش اللي مشاركني بالجلسة الذبابين، الذبان جايين عندي في كل مكان، لكن لازم تصبر مع تنسيم الدرايش وظلال بدأ يجيني حين الشمس، تجي هبوب هواء شوي فيلطف شوي الجو، عندي مياه مع الذاء فيه موية شوي باردة فمحافظ على برودة الماء، ترى برودة الماء سبحان الله تسبب لك تسوي لك توازن الأملاح و يعني عندك في الجسم، وعندي مطبقية تمر يعني تكفي تقريبا كبر كفين من يدك، فقلت أنا حتى هذه بقتصد فيها، حتى شرب الماء بحاول أخلي في اليوم كامل ما أشرب إلا علبة واحدة. كيف أنك تذري على نفسك، يعني تخلي بينك وبين الشمس حجاب، لا تخلي العروق تمشي الأملاح تمشي. سبحان الله العظيم قعدت ألهي نفسي بالجوال، قعدت أناظر، يعني يجيني شوية أفكار بس ما أفقد يعني السيطرة، هو أنه أحط أجعل نفسي مصيدة للوساوس أو التفكير، فعندي الحمد لله يعني بإحكام العمل المعذرة والله لاني طافي وفيني نوم، لكن قلت مع الحاكة حكم تبون السالفة، قلت خلنا خليكم يعني تاخذون السالفة من بدري ونزله في اليوتيوب، فقلت لازم اني حافظ على الماء، يعني عندي تقريبا 3 أو 4 علب وشوية ماء، يعني الماء هذا لو اجمعه تجي يمكن قرورة مويه هم ريال، يعني تقريبا عندي 5 علب مويه من نص، وعندي 1 سفن وعندي كروسانة صغيرة وعندي قلت لكم مطبقية تمر. قلت هذه خلها، هذه أنا بإذن الله أخليها بطريقة لإذا أني أقع 3 أيام زيادة ما ألمس أي مياه ثانية. سبحان الله ماي أنا كنت فاتح الكبوت الموية حقة المساحات
جفت صارت ناشفة. فعندي الحين مويتين ثانية، في يمكن موية الرديتر الإضافية يمكن أتوقع أنها جفت، في موية إضافية لأن فيه ثلاثة عندي مصادر مياه عندي موجودة، في عندي موية الرديتر الأساسية والمغذية اللي معها. قلت هذه خلها لا قدر آخر أزق. علب الموية اللي معي ما أرميها، قلت أنا إذا بديت أحس إني بفقد الماء اللي موجود عندي، شفت القوارير هذه الله يكرمكم، أصير أتبول فيها أخليها ما أرميها، لأن بعد الله عز وجل تراها من سبل النجاة، أخليها في حال القصوى خلاص، يصير إني أشرب من نفس البول. نفس البول هذه هي أملاح ذائبة مع مياه مع ذا، فتصير من سبل البقاء. أدري أنك أنت الآن يعني في حال أنك أنت ما شاء الله يعني ما فيك إلا العافية وما تستصيغه، لكن بوقت الهلاك راح تشرب أي شيء، لو حتى بنزين تشرب وتشرب ترى، لأنه خلاص وقت هلاك، فتكون بإذن الله هذه من سبل البقاء. حتى كذلك يعني لو ألقى مثلا خنافس أي شيء ترى هذه بإذن الله من سبل البقاء، بس الحمد لله ما وصلت للدرجة هذه. فتحت الكولومد قلت خليه شغال الساعة 12. طبعا يا إخواني أنا قبل ما أدخل المكان هذا يوم أني أنا أقول لكم عند برج جوال دقيت على أهلي ولحيت عليهم أني أعطيهم إحداثية نقى مطوع، وكنت حاطه بالسناب لكن ما في احد حط بباله انه ممكن ياخذه بالسناب. اعطيته اهلي قلت لا قدر الله اي شيء احتياط. سبحان الله اهلي فقدون من قبل اليوم، يعني قبل يوم يومين ما في اي شيء ولا في لي اخبار ولا على اني بغطي نقى مطوع، وبالكثير يعني العصر المغرب طالع من قبل امس او من امس يعني او قبل امس، وين الرجال ما له حس ولا خبر. على طول اخذت احداثيات، قامت تتصرف، قامت كلمت اخوها قالت لا اصبر شوي بعد المغرب، لا زوجتي ما صبرت على طول دقت على ذا ونسقت مع عون. طبعا عون فيها اعضاء يعرفوني انا يتابعوني يعرفوني يعني، بل والله فيه حتى يعرفني معرفة شخصية وبيني وبينه عشرة عمر، ف يعني ما ابي اذكر احد واترك احد، من ضمنهم ابو عدنان العصيمي العتيبي سعود، يعرفني شخصيا معرفة تامة، وكنت اطلع معه بقنوات بعد، وكذلك من اعضاء عوني يعرفوني يعني، وكذلك فيه من انجاد، لكن الحق يقال اللي جاني حقين عون، فعشان ما يلتبس انجاد كانوا بيحركون من الحساء الفجر يوم الثاني، والطيران الشراعي كانوا بيحركون لي تمشيط من فوق يوم الثاني. فدائما انا يوم اقول لكم اني انا يعني انا مجازف ومهايت الصراحه اطلع كذا، لكني احط يعني على الحروف نقط، ترى انا من كان هذا وهذه احداثي وهي اللي بعد الله عز وجل اللي انجتني. فاتح الكنود اسمع وشوش شوي، اسمع واحد يقول مطوع على طول افتح الكنود وارد، وسبحان الله كانت الساعة يمكن ثنتين ونص، شوي يقرب الرسالة ويلقطني واحد ثاني وقعد أعطيها ذا، قال أعطني، قلت اسمع اترك خل عنك نقى مطوع بعطيك إحداثية. طبعا بيني وبين النقى مطوع كيلو واحد بس عشان يجيبني بالملي يوقفني عند يوقفوا عندي وملي إحداثية شوي كلها موجودة انتباعا بالفيديوهات اللي أنتم تشوفونها بعد يعني المقطع اللي أنا بنزله. والحمد لله على طول يوم خلاص حطيت احداثية كل شيء والله وانزل واسجد سجود شكر، غير السجود اللي انتم شفتوه حقت عون، هذه فضل ربي طبعا. والله واجي خلاص يوم ضمنت كل شيء صرت فسقان. كيف فسقان؟ انا عندي
يعني أبي أرتوي. رجعت والله وقعدت أشرب ماء، وصرت أشرب وصرت أعين خير والحمد لله، حتى يوم جاني باقي فيه شوية ماء لسه يعني. فمن الساعة 2 إلى الساعة 4 يعني قعدوا تقريبا ساعتين، كله بغراز وبهيارات وداخل يعني بوعارة شديدة جدا يعني بالموت وصلاني. حتى يوم شوفوني، تشوفوني يوم نزلوا وطلعوا ونزلوا وطلعوا، وبعدين طبوا بوجهي، حتى تشوف الفتك يوم ذا شد عندي، أبعد عندي أبعد عني وشد ورقع، وجاء سجد هو وسجدت أنا شكر لله عز وجل. فهذه فيوم جو عندي حتى حاولوا يسحبوني ما قدروا يسحبوني، ما في إلا تل. فنزلت أنا وحطيت السبتة هنا والسبتة على المترة الثانية، قال ريح، قلت لا أبد أبد. سألت يوم سبحان الله حتى الفرامل ما صار يمسك عندي بسبب قطع اللي يوصل الذا، وفقد كل الزيت طبعا زيت الفرامل. يا طويل العمر وتلوني والحمد لله طلعنا. مسكت الثريا حق واحد من الأعضاء ودقيت على أهلي أطمنهم، ومن خلاله طبعا يعلمون، صارت هي تعلم يعني ترى أموره طيبة، وجاءت بلاغات أنه الحمد لله، وصار فيه لخبطة بعض الناس. وطبعا أنا أبي التمعن يعني انه هذا اللي هذا ترى لقيناه، ونشكر الفريق. يا اخواني لا يجينا الشيطان يخرب عمل الخير بنسب الشيء للشيء، او انه يخرب شيء، فلازم احنا ننتبه، نخلص الامر لله عز وجل. انت وانت بالبيت وكنت ناوي مثلا تطلع تفزع للمطوع او لاي انسان، اي عمل اي شيء، ترى بالنية باذن الله يعني تمشي، إنما الأعمال وإيش بالنيات. فلذلك إحنا نبيت النية بهذا الشيء. ما من الساعة 4 ما طلعنا من الموقع اللي إحنا فيه إلا الساعة 8، وصلنا زفلت 8:30 بعد، صرت محطة وكان البنزين خلاص بيقطع عندي مرة. ففضل من رب العالمين أنجاني الله عز وجل، وكتب لي الله عز وجل حياة جديدة، وهذا من نعم الله عز وجل. ولا والله عندي حوادث كثيرة بصباخ صباخ طين، وحصل لي سالفة الرمحية، وكان لي أحداث أيام كانت أيام العجلان الله يغفر له ويرحمه المتوفي بعرقة الحمراني برماح أو بين رماح ورمحية، وترى ما هي بعيدة عني يعني أتوقع أنه 50-60 كيلو بعيدة عن أني قال لي أنا فيه. وصارت لي أحداث بجدة، وصارت لي أحداث يعني وكلها هاي. أنا من النوع اللي ما بصبر، ها أبلحق على وسم، أبلحق على شيء، على يعني أنا أعترف إنه هلاك. الربع الخالي نفس الحكاية، هو ذاكر سالفتها أنا باليوتيوب. فمن سبل النجاة بإذن الله عز وجل إنك أنت في حال الفقد لا تغادر السيارة، وهذه معلومة أنا أخذتها من سنين طويلة سبحان الله، جزاه الله خير اللي دلني عليه. وترى بفضل من رب العالمين في حال أنه مالك إحداثية، مالك مكان، مالك موقع، مالك شيء، السيارة بعد الله هي نجاتك بعد الله عز وجل. ممكن تعلق، بس تعلق بالكفرات، تطلع تفك حاجات عندك، تولع بها كلها عن طريق السيارة، فتصير عندك تخانة سوداء، فيسترجز يعني يسترشدون في مكان ذي، لأنه سبحان الله قبيت بالكفر ترى تقعد تقريبا حوالي الساعة، يمكن تصل الساعتين مولعة دخانة سوداء. فهذه علامة يعني عندك 4-5 كفرات تقدر تعلق بها. إذا خلاص الوضع مرة ولع بالسيارة، خلى تقب بالسيارة تحترق، ترى سبحان الله تقعد لها ساعات محترقة. فهذه من سبل بعد الله عز وجل النجاة، حتى وممكن يعني تكون ضعيفة هذه، انك تسوي رسمة SOS حقة الانقاذ بالارض وتولع فيها، لكن هذه ممكن تكون منهكة
او انه بين النفذ وكذا ما راح تكون من الدلائل الارشادية. فالحمد لله على كل حال، هذه من الحاجات اللي حبيت اقولها. ممكن البعض ممكن يستنقص او انه يتريق او انه يعني يستخف او انه يعني يتطنز، هذا يعني هذا يعني للأسف سلوك عندك، وراح ممكن في يوم من الأيام يعني تلقاه. فضل من رب العالمين، أنا انقذت ناس كثيرة سبحان الله، جاء اليوم اللي يجون الناس ينقذوني، وأنا والله لي سوالف كثيرة تبون أذكرها لكم، مثل السوالف هذه لي حاجات كثيرة لي برمضان. رمضان طالع من البيت صايم، رجعت للبيت وأنا علي قضاء يعني مفطر برمضان، فلي حاجات كثيرة. هذه الزبدة للسالفة. الحين بلحق بعد السالفة ذي بلحقها بالتسلسل على الفيديوهات من إلى آخر شيء. وجزاكم الله خير، وإذا عجبكم المقطع أتمنى أنكم تشتركون، وهذا دعم مني. طبعا أنا لي قناة كان فيها 320 ألف مشترك وفيها مشاهدات 110 مليون مشاهدة، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. الله حسبي فقط على اللي قدم بلاغات وحذفوا لي القناة، لكن أبدأ أرجع من جديد وبإذن الله أقوى من أول. وأبد أنا انضربت في العقار وانضربت في حاجات كثيرة وعوضنا الله والحمد لله، وأبد صامدين. هذا 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 أسلوبي ونهجي. جزاكم الله خير، الحين اترككم مع الفيديوهات. لله الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، نستهد بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله باذن الله رايح الرحله لحومه نقيان، فيها اماكن جميله جدا ما تخفى على كثير منكم، لكن راح احاول اني اتكلم عن بعض السوالف، او في سالفه قويه جدا يعني تجسد الحب والشوق والوله بين محب لحبيبته، أدت إلى وفاة المحبوب اللي هو مطوع. طبعا البعض يمكن يفكر أنه مطوع حنا يعيش مطوع، لا غير صحيح. هذا واحد اسمه عبد الرحيم حب وحده وتقدم لها ورفضوها. أنا من محرق عليكم الرز، الزبدة بروح إن شاء الله. طبعا عن الرياض تقريبا 250 إلى 300 كيلو، وفيه وعارة المكان طبعا ما في رسالة. الدنيا والعزبة وراء كل شيء تمام، شيك على كل شيء والحافظ الله عز وجل، والله يسر الحال. طبعا وحيدي هذه الأحداثية. طبعا الحين بوريكم شو اسمه، طبعا شعيب الطيري وترباعة نقى التنهات وترباعة وش اسمه وتمير، هذا طبعا كلها بداية الربع، بداية اللي هو ربع شو اسمه لا اله الله وش فني على الربع الخالي، بداية اللي هو شو اسمه دهنا، نقى الهشال، نقى الحنان، نقى بن فجحان، شعيب العصل، في شعيب مطوع، نقى مطوع شعيب، وهذا في اماكن هنا يا اخواني حقات يعني حقات قميري وما قميري زمان قبل أكثر من 10 سنين. شو برجس البرجس الله مستعان، أيام كنت أعالج عنده بالكويت مباركي، والله في حاجات كذا. هذا قديم، هذا عندي، هذا إصدار أمريكي يا إخواني، بس ما شاء الله معرب. برج هنا على طريق ملك فهد طاحت عليه رافعة، من يعرف الرافعة اللي زي كذا الآن تطلع للبرة وتروح أي شيء ويصير معك تجهيز ما شاء الله يا أخي، تضمن 100% ما عاد يجيك شيء، وكفرات حجرية شيء مو طبيعي، ومع ذلك تجيب العيد ويطلعك أردة موتر، شيء عجيب غريب. الخبرة تلعب دور، وأنا شيء مشايف وهنا مجرب. أنا لو علي يعني بس يكون معي أحد يعني عشان يشوفوا بعينه مو بانه يكذب، ديتسون 85 مكينه البلد، وبد تمشي الامور زي الحلاوه. هذا الحين تقضى، لازم تقضى.
شيء ممتع. كم أحب الثلج يا سلام، شتاء وصيف كلها لو درجة حرارة 10 تحت الصفر أحب الثلج والماء البارد. عن تجربة، إذا قفلته وحافظت على أنك بس تأخذ حاجة وتقفلها كامل، تقعد بإذن الله يومين ونص تبدأ بيصير باقي ثلج وبقايا ثلج. إذا العين نادي سكور، ما شاء الله هذا مدخل نادي سكور، تشوفون يا زينة. والله هنيهم كلهم وهنيكم صراحة، حتى على حسام حزيمي صراحة كنز هالمكان ذا كله بدون استثناء، كلكم على العين الرأس، الله أني أحبكم من نادي سكور. ساكو اللي بين المخارج تعرفونه، قاعد شوفه أتوقع صايرين لصيانة. هذا من أقدم المحطات على طريق القصيم حائل الرياض، أقدم المحطات. شوفوا قاعدين يجددون فيها شكلهم أو أنهم غيروه. اللي بين الكوبري هذا وكوبري هذا، طبعا يا إخواني في درب من هنا من صفرات، في درب من تمير، في درب قدام أوريكم إياه، هو اللي بروح معه إن شاء الله أسرع واختصر. شفتوا هنا، هناك في موقع عارفه هنا مليان كراويل. وين السقاقير؟ في هذا مدخل العودة، عودة ستير والعطار، تعدى تمشي قدام يا معلم. بعد حفرة عطش طبعا تقل السرعة، شوفوا مليان 80 يلقطك ساهر يا معلم، خليك حذر. طبعا هنا مسموح 140 بس هنا عشان تجديد النشاط عند محطة حفرة عطش، شوفون او يسمونها في حال عطش بعد. هذا هنا الظاهر في مطبات اذكرها انا، هذا طريق القصيم الرياض القصيم. شوفوا من هنا تمير، من هنا تمير طبعا. طبعا هنا ما شاء الله مليان عشر ويجي فيها قميري، طبعا هناك تمثال البندق، تعرفون اهل تمير لو تعديت تمثال البندق 10 كيلو فيه مقطع على اليمين مليانة جرابيع، وهنا أحيان تلقى قميري وقت النزل طبعا مليانة عشر، مليان فل عشر. عاد خلاص احنا تركنا الصيد، ولا هنا مليان مليان قميري وقت النزل. عاد يلا الله يتسهل، تسهل إن شاء الله. طبعا من هنا نقدر نروح، لكن أنا رحت قدام. طبعا في واحد من أهل من أهل تمير فزعنا له ذاك اليوم، لقيناه عند شعيب مغرز الرجال الحال، وشوفوا حتى ذابحوا على العرق وحر. تعرفون وقت الهجرة، هجرة قميري تصير في حر، قميري وتدخل الدنيا الزبدة. فزعنا الرجال وطلعناه وخلصنا، يوم مشى وخلي ذا والناظر ونلقى عند الطلحة قميري، ارمي يا حبيبي وامشي ختمها، كانت ختامية سبحان الله. الله ساقنا للرجال وساقنا لها قميري. طبعا المنطقة دي ما شاء الله وقت النزل مليانة، لكن تعرفون الحين المنع والتراخيص والدنيا، هالكلام تقريبا يمكن 7-8 سنوات بالحدود هذه، ايام جيبي لاند كروزر قديمة كان تخبرونا. طبعا ندخل مع طريق جديد، هذا طبعا الجنيفي وعودة ستير والعطار الدنيا هنا. شوف المدخل هذا، هذا بإذن الله بيكون اختصار للوقت وللجهد والمسافة. الحين بوريكم، تشوفون وانا مخلي الجارمن على خارج الطريق، شوفوا هذا خارج الطريق هنا في مطب. طبعا هذا مدن مجزي الله، مدينة ستير صناعية. طبعا يقول لك الديور، لا الديور اطرح سيدة دوس طبعا جيت باختصر المسافة، لقيت والله تقفل مع مدينة تقفل من هنا، فهذا مغلق ولا هو هناك، متعبة تصير كذا. ودي اللي يصير من الخطوة عشان بعدين تقطع قطوع شكل أفضل. والله المختصر هذا ماشي ما جاز لي، برجع كذا شوي ثم أروح أنكس يسار وشوف لي جادة، ما ودي أمشي بردميات زي كذا، ودي على طول رمل. الحين بغير خارطة الطريق، خليت الأسرع، نشوف الحين سويت استعادة، نشوف الحين الطريق شلون يختصر لنا.
غير قادر. ليش؟ لأنها داخل بوسط البر، وعشان كذا ما تحدد، شفت شلون؟ عشان كذا أنا حاطة خارج الطريق. رحت أنا مع درب التمير، طبعا أنا في مكان هناك من أول كنت أروح حق نصفيه بك التمير، يمر على زفلت، فوجهت الوحين طلعت من عند هناك وجهت أزيان طريق أعتقد يوديك النقم طوع وبن فجحان والدنيا دي كلها من عند تمير اللي جاي من الرياض. هذا وجهة نظري، هذا طريق تمير. طبعا تمير يسار بس عاد لازم يجي بيكون هنا عشان تدور فيك. ها يقولك بعد كيلو في مدور. هذه بعض الحاجات اللي كنت من أول زمان أقنص بها. ما شاء الله، أتوقع اللي فوق من هناك هي أزين درب حسب ما أشوف. طبعا يلا لقيت لي جادة اختصار شوي للوقت، إن شاء الله من هنا مغطى. سبحان الله، قبل شوي بالديرة حر، هنا برد. شوف مفتح الدرايش، يلا أبوه يلا براد الجنة. طبعا في طريق عند شعيب العصل يصير بينه وبينه تقريبا 15 كيلو وفيها، بس قلت بحب انا دائما اجرب اماكن جديده. المنطقه دي جديده علي، اول مره اجيها صراحه. مزارع تمير النايفيه وطقتها ما شاء الله جميله وزينه وحليل، في شويه ابراج هنا ما زال فيها ابراج، بس هناك عند شعيب العصل وطقتها ما في ابراج نهائي. وشعيب العصل وقت نزل الصفار يصير فل ما شاء الله، ويجيك ميري ودخل، لكن الصفار ما شاء الله ما يحتاج. مثل ما تشوفون سيد واحد رايح جاي، عاد هناك يبين تقريبا 90 كيلو. يلا يا اخواني استودعكم الله، خلاص الحين بيقطع الارسال في امان الله، عاد بعدين نصور لكم وننزلها لاحقا. هناك نقطة تنهاد حقون، نلقى هنا ضبان عاد الشتا يزبنون ما هنا شيء. يلا تسهل ان شاء الله ما بقى الا القليل. طبعا حومة نقيان كبيرة يا اخواني، فيها نقا واجد على شكل اهرامات طويلة، يعني 200-300 متر. الحين اقرب شيء عندي تقريبا 60 كيلو رايح له. الحين في طريق شوي ممهد مثل هالشكل، بس الطريق مثل هذا لازم ننتبه يا اخواني من الحفر، من شوف زي كذا تهدي تروق المنقى، وغير كذا احيانا يطلع لك حصى كبير ولا حجر يشق لك الكفر، لازم تنتبه. واذا زال معك الدرب تمشي لك 60-80، بس خليك حذر لان الموتر يصير يزلق. شوف مثل ما تشوفون تهدي شوي تمشي شوي عشان ما يفقع عندك كفرات ولا تفقع عندك الدنيا. شوفوا هذا حين الدرب مثل ما تشوفون، طبعا هو هنا لكن لازم تمشي له شوي قطوع. اوريكم بعض المنطقة هنا. طبعا خلاص احنا قريبين، ونعتبر حين احنا يعني متقربين للأهرامات نقا حومة نقيان. طبعا شوفوا هنا ما شاء الله ناس قاعدين هنا فوق، تشوفون انا اشوف هذه بعد وش يشوفوا. شوف ما شاء الله هذا حط الشجرة هنا شوفوا العقبان، شوفون عقاب. ما شاء الله شوفوا ايش زارع ما شاء الله مقفله، يمكن عشان الطيور ما تجيها. شوفوا ما شاء الله زارعها هنا، يا سلام. شوفوا العقبان تشوفون، شوفوا الشمس هذاك ما شاء الله كشتين. يلا نكمل دربنا ما شاء الله. الشعيب شوفوا الشعيب، يا سلام على مدى البصر.
هذا مستانس عليها اتدخل يوه والله من زمان عن القنص والمقناص مرة. ونشوف الجدات المشين شلون زينه زينه ولا نشوف لها درب ثاني. ايه اكره شيء عندي بالمقناص اجي تدور الطير بوسط الشارع. طبعا ما في شيء الحين تطق رقبتي من كثر ما قاعد اناظر فوق. ما شاء الله كم توقعون عمره؟ شوف شلون جذوره هذا جاء المطر ما شاء الله الدنيا هنا كلش والله براد الجو رهيب. طبعا الحين باري كذا نكمل. شوف ما شاء الله هالخراء ضلعان اللي يبي ينتحر على طول يجي هنا بس يطب احد داري يعني. ابد من عندي خلاص ما في احد ابد ما يشوفك الا الله سبحانه. تبلش بالارسال تبلش فنت ما في شيء. والله الوحده زينه يا جماعه شوفوا ما في اثر بشر ابد لا مناديل ولا جرات ولا اي شيء. الله ما تشوف الا الشعيب ما شاء الله. ايه عاد اللي نزلت بالمكان لازم تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وان كانك تبي تصلي اذن تراه زينه طيبه. وكانك بطون على ودية لازم تكون الحذر. والشعبان شوفوا شلون هذه كم مرت عليها السنين وجرفت حقين الجيولوجيا وحقين الجغرافيا يعرفون الشغلات هذه. ونحن قريبين من نقى مطوع شوفوا عقبان تنهات تشوفون الحين قربنا. شوفوا يا اخواني انا في مكان ما يشوفني فيه الا الله سبحانه وسط الدهنة. شوف حتى ما في اي معالم ولا فيها حياة خلا تحلل. كالسيوم بحت ريحته كنه هقط مضير بعضهم يسميه بقل. سبحان الله عليه ريحة عجيبة غريبة. أوريكم شيء بالخلاء قويصرة ها. شوفوا ما شاء الله كالسيوم بحت ما شاء الله. شوف هذا الفك واسنان بس بعير احد بيضارب عيال. هذا بعير متحلل الله يرحمنا برحمته. هذا بقى يا ضاب هذا اتوقع كمله سنتين ثلاثة. والله كسر شوف حتى مخل عظم فاضي ما في شيء تحلل. كالسيوم
بحت. ريحته كنا هقط مضير، بعضهم يسميه بقل. سبحان الله عليه ريحة عجيبة غريبة. هذا لقيت بقى هنا نكمل. حياكم الله اخواني. طبعا غيرت المسار السبب يا اخواني، اللي يجي من الطريق هذا يوصل لكنه وعر جدا وكله حصيان وكله جبال، يعني ضلعان صعب مره، وعر مره. فبيني وبينكم حتى اللي عنده مشاكل بالظهر والله بيعاني، فمشكله صراحه المكان هذا. قلت والله انا بروح من عند شعيب الاعصر وخلاص، الشعيب على الأقل أريح وأسهل وقريب مرة منه. فجيت والله قلت بس أستكشف، وشفت الدرب تعبان أرجعت. ولا والله ما شاء الله استكشفت المكان هذا، حتى فيه في طيور تجي يدورون القوانيس، لكن ما نعلمكم يعني مكانه بالضبط، اللي هي الجرجس الحين هذه أوقات. حياكم الله إخواني. طبعا أنا غيرت الموقع وطلعت من المكان اللي فيه لعورة المكان، مكان مرة وعر اللي دخلته. طبعا باجي من عند أم رجوم وقاعية ورطوية الطقة هذه، هناك أسهل للدخول، ولا أنا كنت باختصره من المنطقة هذه باختصار أسهل، لكن شفته والله جدا وعر. قلت تدري خلنا بس مع الطريق اللي يروحه لكل العالم ماشي، مع أني أشوف جدات هناك، لكن والله صراحة وعر جدا اللي انا رحت له قبل شوي. والحمد لله وانا شفت الموقع صراحه، حتى فيه طير طريده يدورونها اهل القنص، يدورون دوار، وانا تاركنا يعني الصيد من زمان، لو الجرجس يا لبي الجرجس خلاص ما في صيد. بينكم يا اخوان قلت انا بطفي الموتر مثل يوم من ربع الخالي واشغل، لاني انا يوم طفيت الموتر شغلت ما اشتغل، ما شاء الله الحين على طول اشتغل، الأمور طيبة. الحمد لله الأمور طيبة. دوس يا معلم راني جزوم، بس قلت لا تطفيها لأنك مسنع النمر، لهاك اليوم مع الريغة مع الوسخ سبحان الله طفى الموتر ما عاد يشتغل، فمشكلة والله. هذا عيب الفتك الباتر عموما، يعني مشكلة الطرمبة ما شاء الله. شوفوا أين موقعي، برد يا جماعة، بارد الجو. هذا الحمد لله جبتني شوي حاجات. طبعا أم رجوم وأم عشر طبعا كلها يا إخواني كلها ينزل فيها قميري، نزل قوي مرة شهر 11 10 و11. شحمة والقاعية والرطاوية والكويت، الكويت طبعا 400. شفتوا سمعتوا قريتوا بركة الله. الحين ندخل قطوع للنقا، نقا مطوع 41 كيلو، أنا الخط نقا محرقة 48، شعيب العسل طبعا 25 كيلو. طبعا هذا كله قطوع يعني ممكن يزود. وعندنا هنا نقا هشال، وعندنا نقا الحنان 61 كيلو. شو الحين نقا بن فجحان 48 كيلو. فالحين ان شاء الله راح نقطع ندخل القطوع لنقى مطوع، اللي انا اقول لكم يذكر بالروايات انه مات فيه، ربنا مشيله ان شاء الله. ولقينا في وعورة مكان نزلنا ام راحنا، والصباح رباح ان شاء الله نشوف الوضع. هذا في برج جوال هنا موجود شغال ما شاء الله. طبعا هناك نقى مطوع يا اخواني يبن على البرج تقريبا 30 كيلو، شغال ما شاء الله. هنا في ارسال بس الظاهر نت يلا يلقط، هذا شيء طيب ترى.
حبينا بس نوثق لكم. سبحان الله المكان ما في احد ابدا. بسم الله ابد ما في احد. هذا المطوع ضحايا العشق عبد الرحيم المطوع راعي نقا المطوع الشهير. يعني النقا الان يسمى نقا المطوع بسبب عبد الرحيم، وهو من قبيله بني تميم. عبد الرحيم تزوج من بنت صايغ، وهو كان بعيد يعني عن اهله في بلده اخرى. وهكذا الوقت مساله النسب والتعادل بالنسب، طبعا هو كتم وخلاه سر، لكن لان البنت اللي احبه كانت صغيره، كان عمرها حوالي يمكن 18، لذلك سربت الاخبار للجيران، والجيران سربوه لين وصل الخبر لاهله. فجو له بالقريه هذه وخذوه بالقوه، يبون يروحون به لديرتهم، وترك زوجته البنت اللي حبه، يعني منعوه منه منع نهائي. وهو بالطريق من القهر قال القصيده هذه وتوفى، مات بالنقا. النقا مكان بالنفود سمي نقا المطوع. قصيدته طبعا طويله جدا، لكن من ضمنه يقول: من باعنا بالهجر بعناه بالنية، ومن جذ حبلي ما وصلت رشاه، القفا جز القفا ولا خير في فتى، يتبع هوى من لا يريد هواه، خليلي يشادي خاتم العاج وسطه، قول انفرج لولا البريم زواه، خليلي خلا قلبي من الولف غيره، عفت الخلة والخدون احذاه، خليلي لو الابحار بيني وبينه، دبيت روحي فوق غبة ما، خليلي لو يرعى الجراد رعيته، اهضله من حشمته ورضاه، خليلي لو يزرع زريع سقيته، من الدمع لو شح الزليب بماه، خليلي لو يبذق على الشري ريقه، غدا عسل والتاجر يزيد شراه، خليلي لو ياطى على قبر ميت بمر الولي، حات ساحين وطاه، خليلي لو ياطى على جمرة الغضا وطيت في رجلي تبع ما طاه، خليلي معسول الشفتين فاتني كما فات لقا يد لي رشاه، كن عن صغير السن حذر ولا تكن دنوع، اللي شفته بسن سفاه، وإن كان ما جاوز 30 مع 14 فلا يشفي الفواد، لقاه تعاديه ما يدري وتصافيه ما درى، وما سمع من غالي الحديث حساه، عضيت روس ناملي بن واجدي وقلتاه من حر المصيبة، آه لو إن في قولاه تبرع علتي كثرت. حول نقا مطوع بدهنا والحالي، شوف الظلام شلون دامس، شوف ما شاء الله تبارك الله، شلون يا جماعة نور لك الدنيا هنا كلها ما شاء الله تبارك الله. وجه ربوع تشوفونه، هذا وجه ربوع الحين. وحنا بالليل الساعة 7:30، باقي على الموقع تقريبا 24 كيلو. 24 كيلو نقا محرقة ونقا مطوع كلهن جنب بعض. طبعا شوفوا الحين المكان بداحين خلاص رملة شوي، بغيت نريح نركد الجو، نشوف اذا في جادة زينة ولا خلاص نصلح قهوة قهوة نتعشى، ان شاء الله الامور طيبة. مثل ما تشوفون المنطقة كلها سيوف، وبالليل الصراحة ما احب اني امشي، تصيد لي رباضة ولا ادري عنها، قلت نمرح ان شاء الله نصلح شو اسمه قهوتنا. قهوتنا ترى انا واحد الحالي اصلح قهوه ونزين العشاء وننام، والصباح رباح.
مهما كان لا الصباح لها عيون زين، تشوف الجواد تشوف الدنيا، يصيدك شيء ما تدري عنه مشكلة وانت بالخلا بالليل ولا حولك أحد. والله شديت حيلي قلت أنا بقاعد صلحت جرات، شوف في جرة هنا بس خلاص الحين لازم عاد الحين الشغل شغل دبل، باقي تقريبا 17 كيلو. والله شفت ذا، شوف الحين الساعة 8:08 وخلاص ما بقى شيء، بس قلت أنا خلنا امشي شوي شوف لي، مشيت مع جدات مشيت يمين، شو باقي 17 كيلو شفتوا، فهذه هي حين الجادة، لقيت جادة بس عاد ما ودي اني يعني اشد مرة، بشوف الامور كيف. هنا طبعا كله لازم دبل مثل ما تشوفون الحين، خلاص هنا الدنيا كلها دبل وقاعد امشي على هوني. طبعا انا ما نسمت كفرات ولا شيء، تعرفون الدرب كله ردمية وحصيان، فلازم باري الساس شوي، فإذا شفت وعورة كبيرة جدا خلاص أنزل ثم عاد نكمل. أصلا بتكي هنا والصباح وضح، لأن الحين خلاص كلها سيوف ورمل ولا لي خلق الصراحة الحالي، أنا ابن عافر ما شاء الله، الدنيا هنا نظيفة والجو بارد ما شاء الله تبارك الرحمن، طفي الدبل خلاص ننزل نقرأ دعاء نزول المكان. أعوذ بكلمات الله التامات والشرار، أعوذ بكلمات الله التامات والشرار، أعوذ بكلمات الله التامات والشرار. يلا نصلح قهوة ونصلح العشاء وننام. أحدثكم من الدهنة بالقرب من نقا مطوع، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نصلح قهوة ونصلح عشانا، والله يسر الحال. بسم الله خلت أطباخ سريع سريع، ليه ما في حطب ما في شيء، والله يا اخوان الوقت ضيق مره، قلت نصلح قهوه عشاء على طول نرقد، خلي الموتر شويه يركد نشوف قدر الضغط ايش فيه هناك كذا فك، الحين نشتغل نفلن في قدر الضغط نزيد لنا نشتغل فيه ان شاء الله. تمام بدا يغلي الماء، قصر على النار، يلا الحين نشتغل على هداوه اللي تطبخ على الهون. يا الله لا تطيش، سبحان الله العظيم، خلي هذا شوي نتركه شوي بس لما تطبخ مزبوط. هذا وش النكتة؟ النكتة بعد فناجيل ما لقيت، عندي بيالات الفناجيل ما جبتها نسيتها، يلا أبى أشوف لي حاجة تقوى فيها. ما شاء الله قربنا، يا سلام صفي الراس، والله من اليوم دوجة حتى ظهري آلام بالظهر، وخلص تركد شوي تقهوى القدوع جاهز. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، يا حسافة الفناجيل، يلا خيره بسم الله. تمر يبي له قهوتنا على الصباح ان شاء الله نكمل. الحين تحضير باذن الله للعشاء، طماطم وبصل ولحم ورز ودنيا. احيانا اصير اطلع مستعجل، جاء التوقيت يعني متاخر، فقلت وشو يتخلني اشوف واشيك، اغلب الاغراض كلها موجوده، نقصتني بس الفنجال الفناجيل، والحمد لله لقيت سبير اللي هو فناجيل الورق، وش اسمه، ومع اني ما عندي بيالات وملح، بس عندي بهارات فيها ملح، فخلاص يعني اكتفي.
واحيانا زياده الملح يعني تحوسه، واحيانا نقص الملح يحوس. الحين نقطع البصل والطماط وان شاء الله نريكم الطبخه باذن الله. من اللي يتحسس من البصل دم عيونه من البصل. قاعد اقطع بصل الحين. السلام. يلا الحين نحط الزيت ونكشن، نحط بعد اللحم ونقفل لما يغلي. لا طبخ نبي نربص الرز الحين. طبعا هذه اكيد كلكم تسألون وش هذا، هذا بكاء شو اسمه، هذا الوليمه مو بوليمه شو اسمه، شعلان الازرق ممتاز استخدمه انا بالنسبه لي، غيركم يفضل حاجات ثانيه، انا اتكلم عن نفسي. شويه بهارات، بعدين نحط دجاجتنا. هاك المره حطينا لحم، هالمره نبي نحط دجاج. الربع الخالي حطينا حاشي، الحين نحط دجاج. نحط الرز نحط شويه بهارات، بعدين نحط دجاجتنا. هاك المره حطينا لحم، هالمره نبي نحط دجاج. الربع الخالي حطينا حاشي، الحين نحط الدجاج. نحط الرز نذكر الرز يربص نص ساعه. البهارات هذا من ضمن فيها ملح، فنكتفي باللي فيه. وحرك يا معلم، حرك حرك. بس دقيقتين وحن نحط الدجاج. نصب موية، نصب الموية بعد ما حطينا اللحم. بس بهالشكل الأمور تمام. نغطي خفيف، وإذا قام يغلي كبسناه كبس. الحين فكينا، نبي نحط الحين الرز. أنا قاعدين نجهز خيمة، في خيمة مرمية عندي بالبيت ما عمره استخدمت جديدة، بشوف وش هي من اللحين، كانها سنعة ولا نرميها. نترك شوي هذا، نخلي ال شو اسمه، خليه شغال طبعا. نقصر عليه الحين شوي، بعدين نحط الرز. طبعا أول ما تحط الرز ان تعدت قلبه واحده فقط، عشان اللي فوق ينزل تحت، اللي تحت ينزل فوق يطلع فوق. بس احنا الرز بس نواسيه بهالشكل خلاص. وقت يا معلم، يلا على بركه الله ننسب العشاء. ما شاء الله بارك الله. هذه حافظة الثلج، فيها موية بعد ما يذوب الثلج. شوفون دخان من البرد، والله أقول لكم فيها حافظة الثلج. فالموية هذه ما أرميها، الموية هذه أحفظها، أخليها ممكن أحتاجها لأي مأزق لا قدر الله، أو غسيل أو أي شيء. شوفوا الحين أوريكم الموية اللي طلع من عقب ما سال الثلج. ننزله كذا شوي، نطلع المويه مثل ما تشوفون. ها استثمار الدعوه. المويه هذه
أهم شيء عندي بعد الله عز وجل بالبر وبالمقطع وكل شيء، دائما أخذ معي مؤونة كبيرة. بعد ما توفى الله يرحمه العجلان صار موضوع الموية شيء هاجس عندي في أي سفر في أي خلوة. شوفها خلاص الحين الخزان وقف، الحافظة وقفت ما عاد تنزل الماء. بوريكم الماء اللي طلع، شوفوا شوفون ماء بارد وصالح للشرب. واحدة من الأخوات هنا أرسلت لي بسناب قالت حط ملح أساس إيش تستفيد من الثلج، يصير الثلج كبير ويعني ياخذ مساحه وكذا، حط ملح. شوفوا ها في ثلج وفي شيء، شوفوا كيف الماي نسفت منها، وهذا اللي طلع معي بالماء استفيد منها دائما والحمد لله على الامور طيبه. شوفوا هذا القدر نربصه مويه عشان لا صار الفجر على طول اشيله وغسله، يصير التغسيل سهل جدا ولا يكلفك شيء، بس تشيله بالسفنجه ولا بل شو اسمه هذه، لا اله الا الله، بغيت هالشيء انساه بالخيشه، نسيت الزبده، يصير سهل جدا يطلع معك. فالحين شوفوا شلون ناشب، لا صار الفجر خلاص يصير له على طول لين نتركه زي كذا. هذا كلها بقايا غسيل من يدي يوم اغسل يدين وكذا، المويه ما اسرف فيها خصوصا بالمقطعه. ابو دحين نرتب الامور، والخيمه ذي شكلها ابو كلب، والله انا خيبه الامال ان كان كذا. قلت ابغى اشوفه، طبعا ما احتاج انا الخيمه لان الحمد لله ما في مطر ما في هذا، بس والله في برد، فمعي بطانيه ما شاء الله بطله، ومعي بطانيه ثانيه، ومعي مخده، ومعي كل شيء، فالامور طيبه. فان شاء الله باذن الله خلاص نبي نطفي النور ونطفي كل شيء ونقرا ورد النوم وننام. بوريكم بس قبل ما ضاءت النور ما شاء الله كيف شوفنا راقي فوق هنا، تشوفون هذا طعس، شوفوا شلون ما بطعس والله نفوت. شوفوا اثري ها، ما في اثر بشر نهائي ما شاء الله، شوفوا شلون ها، شوفوا شلون والله تعبت. النشاط صفر لاني خلاص الساعة 10 بالليل ولا ندري مباراة المغرب وكرواتيا اقوم ما فازوا عليهم فرنسا، ما ادري من الثالث من الرابع، الحين الساعة 10 ما في نت ما في رسال ما في شيء. شوف شلون ما شاء الله الإضاءة ما شاء الله، هذا اللون كريمي ما شاء الله. يلا استودعكم الله، السلام عليكم. نكمل تو صراحة الخيمة مخيبة للآمال، فنبي نفرش أفراش. عندي أنا عدة أنواع، عندي هذا حق الكويت اسمه فراش الكويت ما شاء الله صراحة بطل سهل جدا، مثل ما تشوفونها أوريكم على شكله بالشكل النهائي. بحطه هنا فوق المدة اللي معي ولها جراب، تشوفون هذه هي، والله الأرض بارد وأنا أمشي حافي الله يستر. نفتح من هنا أبجي الحين أوريكم شكلها، خلنا أقلب الكاميرا. شوفوا هذه هي مثل ما تشوفون، هذا شكلها من داخل نحط المخدة، ومعي بطانية، وهذه كذلك، هذه تلحفك أبد الأمور طيبة. شو ود هنا عند نقم طوع ظلام، والله حتى الفراش بارد تلحف الحين، والله يعين ظلام يا أخوان ما
تسمعون شيء. ظلام ولا في أي نفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صباحنا على خير. بالليل الساعة 11:15 ما تشوف إلا النجوم. نجوم بيني وبين نجا مطوع 16 كيلو بس. صباحنا على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أقول لكم شيء. شو أحيانا هنا ما معي أحد أنا. ما في إلا الله سبحانه. الساعة 11:30 وحين بنام. طبعا متلحف متغطي والدنيا والله برد. تخيلوا ليش الحين بلبر ما يزين ما تزين السواليف. سواليف الجن إلا بلبر. ما تزين سواليف الجن إلا بلبر. ليش؟ هم مخلوقين وحنا مخلوقين وكلنا راح نجتمع راح نحاسب يوم القيامة. الله يحسن الختام للجميع ويهدينا وإياهم كل ما يحب ويرضى. يلا تصبح على خير. الحين الساعة 2:30 بالليل. بدأ يطلع عندي القمر. تجهيز قهوة الفجر. أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا قمت ورتبت كل شيء. الحين الساعة 4:30 خلاص باقي حاجة بسيطة على أذان الفجر. خلي الموتر شوي يحتمي. نصلح قهوة. أبد إن شاء الله الأمور طيبة. إحنا قريبين مرة. ما شاء الله. شوف القمر. ما شاء الله. خلاص عشان تجهز الحين نبي نبدأ نسمع كفرات على 15. حطينا بالكفر 15 الحين. تمام. سكر يا معلم. كله على 15 عشان ما ينفسخ الكفر. وتصير انت مرتاح. ما تحتاج يعني دبل كثير. ونحتاج تصير امور سلسة وسهلة. شوف شلون معلق الجوال. معلق الجوال الله هنا. حط الجوال هنا. ما شاء الله. شوف شلون. يا سلام. بعدين اوريكم شلون اثبت الجوال. عشان تشوفون. ايش رايكم؟ والله الموقع استراتيجي. ما شاء الله. بسم الله. يا سلام. دوس. كنت اثبت الجوال هنا. شو بعدين اوريكم شلون اثبت الجوال. عشان تشوفون. ايش رايكم؟ والله الموقع استراتيجي. ما شاء الله. بسم الله. يا سلام. دوس. كنت نسيت الجوال هنا. وريكم فرشة الكفرات وهي على 15. ما شاء الله.
تشوفون مرتاح مره ما تحس انه بينفسخ. شوف شوف شلون هذا 15 شوفوا شوف حتى الجره ما شاء الله طيبه. عاد اذا لقيت وعر خلها عاد مره 10 7 ما عندك مشكله بس لا تسايف فيه عشان ما ينفسخ. يلا توكلنا على الله. هنا نقى مطوع طبعا هنا الدنيا كلها وعره. هنا صلينا الفجر وحنا نقرا وردنا بعدين نتوكل على العزيز الحكيم نتوكل على الله نروح لنقى مطوع وان شاء الله تصير الامور طيبه وسهلات وما عاد الله خير ان شاء الله. نثبت القارمة هنا نشوف كم باقي. شوفوا نقى محرقة 15 كيلو نقى مطوع 16 كيلو كلهن جنب بعض. طبعا دائم انا احط فيه هنا برج جوال هنا في مدخل عشان ايش؟ عشان اعرف اذا جيت العودة تصير سهلة. دائم يا اخواني انا امشي بهالنظام. نقى فجحان بن فجحان هذا الشعيب العسل في نقى هشال ونقى الحنان ونقى التنهات ان شاء الله نبي نمر عليهم باذن الله. عاد حطي لك هنا شرق جنوب شوف نقى مطوع حين شمال عني طبعا ونقى محرقه شمال بعدين غرب. توكل على الله الحين نكمل طريقي. طبعا يا اخواني اذا جيت تستخدم القارمن وتحدد الوجهه وجهه تخليها خارج الطريق. شلون خارج الطريق؟ كذا تروح للاعدادات تروح للاعدادات ادوات بعدين تحط اعدادات بعدين نحط الملاحه مكتوب هنا خارج الطريق تفصيل مسار الرحله اسرع زمنا اقصر مسافه وقود اقل خارج الطريق. حط خارج الطريق لان كذا حطيت اسرع زمنا. شوفوا الحين حطينا اسرع زمن موافق. شوفوا الحين وش يصير. شوف غير قادر على احتساب مسافة الرحلة لا طريق بالقرب من نقطة البداية. شفتوا شلون؟ طيب الحين اتركي لأين نرجع نروح لإعدادات ملاحة نحط خارج الطريق. تشوفون حطينا خارج الطريق. الحين تروح لوجهتك اللي انت بتروح فيها تروح لها. نقى مطوع بسم الله خلاص. شفتوا شلون حدد لكم؟ الحين حدد لك المسار. قبل شوي ما كان محدد. الحين توكل على الله. بوريكم شيء يا اخواني. طبعا نمشي احنا على القارمن بس اللي خلاني انا اوقف عن مشية الليل مثل كذا احيانا تطيح الفناجيل ما تدري عنها. شوفوا شلون تطيح الفنجان انت ما تدري عنها. فعشان كذا دائما مشية الليل ما احبها انا. صرت ما امشي شيء فيه طعوس فيه ربضات فيه شيء ابعد عنها. فقاعد اشوف انا شوف حتى ما في جواد ما في شيء ابد. فالحين بدا شوي النور يطلع انا اجي. هذا شوف هذا جرتي تشوفونها. نمشي على الجرات اللي حنا نشوف ونشوف اذا فيها اماكن ولا اذا شق النور خلاص تصير تمشي على هداوة. خصوصا اني انا يا اخواني الحالي والحين انا الحمد لله بنسمع كفرات امور طيبة. خليت الموتر يحتمي مثل ما تشوفون كلها النفط هنا. سنشوف اذا في جرات في شيء. مرة ما في اي شيء. نحاول نسايس الناظر نشوف وين اللي يشق عشان نختصر المسافة. شوفوا ما في جرات نهائيا هنا. تشوفون ابدا ما في جرات. ها احيانا تطيح لك فنجال تطيح لك بشيء فلازم تعرف. شوفوا شلون تشوفون بنتظر شوي بس يعني يشق الشمس زين عشان نكمل دربي ان شاء الله. النهار له نور
غير نور الجوال وغير نور الموتر غير كشافات الدنيا ذي كلها. شوف حتى تدخلك دوامة ما تدري وين تروح وين تجي، تشوفون عشان كذا أزين شيء تمشي بالنور. شوف شلون تشوفون، طبعا مشابك ندبل أنا عشان كذا، هذه جراتي شوفها كلها جراتي، شوف الدربة الحين عشان نقدر نمشي مزبوط. شوفوا يوم أقول لكم الواحد ينتبه، شوفوا الحين أنا طبعا لسه ما شام أشق النور بس ناظر الحين هنا زي كذا تصير في هنا هويات في نزلات. هذه الكلمات اللي تمت وشرحها، هذه الكلمات اللي تمت وشرحها، يعني كله هنا نفد وفناجيل والحالك هنا المشكلة. شوف حتى ما في جرات، ناظر ها هذا جراتي أنا ها، ما في جرات أبد، تمشي ما تدري إلا أنت هاوي. عشان كذا كنت أنتظر شوي لما يطلع النور أزين شيء، خصوصا لو صرت لوحدك امشي على شقة النور، ما في زي شقة النور. أنا الحين خلاص شوي إن شاء الله يبدأ يطلع، تطلع الشمس. شوف شلون هذه، هذه صيدة طيبة. أنا بديت أضيع ما شاء الله. شوف شلون، فنروق المانجا ونشوف إذا في جواد زين، ما في جواد خلاص نمشي إحنا نفتح جادة جديدة. لا وهنا بعد ترى يا إخواني ما في رسالة ولا في نت، كله لا اتصال ولا نت. في حاجة أستخدمها هنا زينة، إذا مثلا تجي شوفها، شوف شلون ما شاء الله نورت الدنيا. ترى ما شغلت فلاش الجوال، مشغل النور هذا بس، هذا زين بعد قلت ناظر. شوف جرات الدواب تشوفونه، جرات دواب، الرملة نظيفة مرة نظيفة ما شاء الله. والله الجو بارد، اتوقع 7-6-8. شوف يوم بدأت تطلع الشمس بدأت تظهر المعالم، شفت شلون الحين تقدر تمشي تعرف. وحنا قريبين الحين من حومة نقيان، ابوريكم هذا، هذا وش يسمى ابوريكم هذا يا اخواني اللي تشوفونه، هذا تشوفونه، تشوفون هذا، هذا تشوفونه، هذا يسمى رجم، تستخدم كعلامة. خلنا بننزل أوريكم إياه، هذا يسمى رجم. أحيانا بعض الطيور ترى تلقع فيه، بعطيكم دلالة. شوف هذا يسمى رجم، شوف مروش الطيور الله يكرمكم أوسخ، هذا البول، هذا تشوفون هذا يسمى رجم، يحط كعلامة. أنا أسمع طيور هناك تحط كعلامة ومن هالقبيل. هذه حومة نقيان بدها أنا أسمع طيور هناك. طبعا خلاص هنا كلش دبل، لازم تجي بدبل. أنا مخلي الكفرات على 15 ومريح الموتر. هذا هو الرجم تشوفون، حومة نقيان سبحان الله. مشية النهار غير، شوف الطيور هناك، فاضي يكون من داخل ما في شيء. شوفوا ترى يصير متين، ما هو هين يعني ما بيطيح على طول. هذه احداثيات رجم حومة نقيان، هذا هو هذا الرجم. شوفوا شلون لما اقول لكم بالنهار سبحان الله تشوف كل شيء مفتوح عندك. هذه الحومة تحوم 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 ما تدري وين الله حاطك، هذه الحومة
شوف الحين يختصر لي الدرب كله، بس شلون شوف حتى ما في جرات يعني واضحة، بس شلون خلاص تصير انت عارف ان دربك، تعرف وين تروح وين تجي. سبحان الله النهار حتى لو معك كشافات الدنيا كلها النهار ما له بديل، تمشي مع الحاجات العزاز عشان ما تغرز ولا شيء. شوف شو على طول يختصر لنا الدرب على طول، حتى قاعد احفظ انا كل المداخل كل ذا اساس لا قدر الله اي شيء ولا شيء، على طول تصير امور طيبه. لا اله الا الله، شوف شلون تحلل الاعضاء. من يعرف السن بالاسنان، شوف متحلل طبعا من عقب الشمس والامطار، شوف الاسنان ها. على طول تهشم تكسر، شوف ها. لا اله الا الله، هذا يمكن اتوقع انه له اكثر من سنتين او ثلاث سنين. شوف على طول ها، شوف الاسنان. ترى الاسنان اخواني ترى يكونها العظام، شوف اسنان العظام متكونه الكالسيوم مكونه من نفس العظمه فيها كالسيوم. سبحان الله تقل مطبوخ. هذه لما اقول لكم انا الماده الجيلاتينيه مي موجوده هنا، لكن هقط ما شاء الله يا اخواني يا المراعي ما شاء الله تبارك الله. يا السلام، شيء يا شيخ ما شاء الله يفتح النفس. شوف شوف ما شاء الله ما شاء الله شيء طيب. طبعا هنا ما في رسالة ما في شيء، خلاص نقى محرقة 10 كيلو ونقى شو اسمه نطوع جنبه، بينهم تقريبا كيلوين فقط. شوف شلون نادر تلقى جرات سيارات الا ما فيه يمكن بعد. شوف الجرة هذا وين رايح، تلقى قاعد يحوم هنا. هذه تسمى حوم تنقيا، تحوم 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 ما تدري وين تطلع. عشان كذا هنا يا اخواني بعد الله استخدم جارمن، مهما حاولت استخدم جارمن، هذه كلها نقا ونفت، يقال انها اكثر من 50 نقا والنفت عاد عد وغلط. الحمد لله انا توفقت في الكفر ما شاء الله، لا قوة الا بالله. جرته طيبة ومسحته طيبة وحاطم فيها 15 ما شاء الله يعني ممتازة. شوفون هذا اللي قدام وهذا اللي وراء، هذا اللي قدام رايح للي قدام تشوفونه وهذا اللي وراء. يحسبوا الحين جرتين، يحسب اني ماشي على جرة، لا هذا اللي قدام وهذا اللي وراء ما شاء الله. حاط على 15، ما تخاف عليه ان شاء الله عن رسخات ولا شيء ما شاء الله تبارك الله. شوفوا فرشته، شوفوا مع انه في ضربة هنا قوية بالكفر ما شاء الله ما اثر عليه ابدا. شوفوا ها شوش قوة الضربة، بس ما شاء الله ممتازة. شوفوا السيف اللي مسطرة ما شاء الله، شوف شوف مسطرة. الحين انا بنزل من هنا، بس شوفوا شلون السيف يجي كذا، شوفوا 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 ما شاء الله والله ابداع ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شلون رمى نظيف، شوف ما في جرات، جرتي بس عاد الحين انزل كذا اقصها على طول. مرة ثانية ان شاء الله بشتري مثبت للجوال ما شاء الله. ما شاء الله شوف شلون
الله يا المناطق حقات الراعي هنا على كيف كيوفك ما شاء الله. شوف معنا احنا بالشتاء ما احنا بربيع ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والله في حاجات كثيرة تنقصني انا ما اخذتها معي. ترى انا اخواني دايم بالكشته وكذا، حتى خصوصا لا صرت حالي عادي ما عندي مشكله يعني اقف اتناظر اتمعن واشوف. هذا فائده الرحله. شوفوا ما في جرات سيارات، بس جرتي انا. ها هذه جرتي الى هنا، ما في جرات سيارات، ما في احد يجي هنا ابدا. من يحب من فيكم يحب الفناجيل؟ يا ساتر وش الاسيام هذه؟ من فيكم يحب الفناجيل؟ وش فينا؟ صدق لا قالوا حومه. شوف شلون حومه حومه تنقيان كذا سبحان الله كله. هذه جرة لقيته ما شاء الله ماشيين. شوف ما شاء الله. يا سلام يا سلام. والله ودي انكم معي. شوفوا ما شاء الله في ناس يجون هنا. شوفوا هذا شابوي ما شاء الله يا زين الارطاء. بس عاد انتم عارفين مع انه من نوع احتطاب ولا ما شاء الله خيرات واجد ما شاء الله ما شاء الله. جيت هنا فنجال طبعا مغطت فيها مغطى شوي بوريكم اياه، بس يا ليتني جايب مثبت جوال. والله انا متحسف اني جاب ما جبت مثبت الجوال. هنا شوفوا هنا لازم تشد حيلك لا تجيب العيد يا حبيبي تجيب العيد. شوفوا هذا طبعا فنجال وكلها سيوف كلها نفت عندك هنا انتم احكموا. انا ما متكلم انتم احكموا. ندري ان هذه معلومه تفيد البعير بس عاد اقول لكم انتم احكموا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما في الا جرتي بس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مشروع تسمين. يا سلام هذه حومة نقيان سبحان الله مصيده. اللي ما هو بعارف ان الدرب ولا مو عارف ان السوق واللي ما معه موتر دبل ويعرف يشتغل بيروح فيها. طبعا هنا يا اخواني ما في رسال ما في نت كلهن. والله ما شاء الله انا عجبتني ما شاء الله زرعة الكفرات ممتازة جدا. شوفوا جرة مميزة ما شاء الله. حسافة عالقين بمكانه. يو ما الحركة ذي انا ما جاني. اشوف شوف هذا في جرة جديدة كفرات صغيرة انا ما داني الحركة ذي. طيب خلاص ان كانك بتخالف ليش تعلق بمكانه؟
شوف ها قصة خلها تعيش، خذ اللي تبي واترك، إن كانك تبي تخالف والله حسافة يا جماعة. شوفوا أنا ما أحب الحركة ذي والله، حسافة حسافة مرة. شوفوا القنبة بمكانه، شوفوا وين واصلة ناظرة. ايه الله مستعان، هذا من حق الجميع مو من حق الشخص بس، ومن حقه هي تعيش. خذ الجزء الميت واترك الميت، خذ الناس ياخذون. شوف عالق باب مكانه، لا حول ولا قوة الا بالله. ايه الله يعين، عشان اوريكم بعورة المكان يا اخوان. تشوفون شوفوا ما شاء الله تبارك الله. انا الصراحة قبل ما اشتري السيارة كنت ادور غير عادي، لقيت هذا ما شاء الله نظيف بالتوماتيك، بس ما شاء الله تبارك الله يعني الفتك بالتوماتيك ما كنت اتوقع ابدا كذا. هذا وانا شغال ما شاء الله بالتوماتيك، يعني ما حطيت بترونيك، ما شاء الله مجمل. قبل شوي حتى دخلت بهيارات ما شاء الله اموره طيبه. طبعا انا جاي انقطوع الدرب كله قطوع الحين خلاص، يعني ما يصلح الا موتر دبل موتر ما شاء الله، يطلع من عندي بخار من البرد، والله برد. الحين الساعة 7:30 تقريبا أو 8، بروح نكمل الحين الدرب ووريكم. شوفوا هاي يا مكان، طبعا غرزت أنا هنا ودقيته بالريوس، أنا حاطه بس ثقيل باثنين. ما شاء الله شوفوا وعورة المكان يا إخواني، شوفوا شلون، شوفوا شوفوا وعر مرة وعر. شوفون شوفون وعورة المكان، انا عاد بترك التصوير عشان اترك. شوفوا هنا ناس جلسوا بالفنجال قاعدين ياخذون عزم، تشوفون رايح جاي دار ما دار. سبحان الله شكله نشب هنا، شوفوا واضح النشب، شوف شلون ها، شوفوا طبعا بنروح هناك احنا، بس شوفوا شلون، شوفوا العزاز ما في عزاز، هنا عزاز تحت تاخذ حد، بس عادة فنجال سهل ذا ما هو بشيء. إذا كنت قيادة لو معك ديتسن 85 بس تشد وكفرات منسمة تمشي. شوفوا شوفوا هذول حطهم فيه بس 15 أبد سهلات، إن شاء الله ما نحتاج ننسم يكفي. الحين اطمر شقة على طول كذا، شوفوا هذه جرتي ها، احفظوها. شوفوا ما شاء الله هذا الفنجان اللي نشبوا فيه، شوف جيت من هنا من اللي مغرزين فيه ورقيت، شوف هذه نزلت من هنا على طول. كمل يا معلم كمل، ما شاء الله لا قوة الا بالله. عدل الوعر هذا يصير عندك شوي ردمية تمشي امورك، ما شاء الله شوفوا شلون مراعي. يا سلام ما شاء الله هناك، هي طبعا هي بسم الله نفتح جد جديدة. اهم شيء سر جزوم ولا بتاكلها هواء. شوف فتحنا جدة جديدة شوفونا يا اخواني، شوفون النقا من بعيد تقريبا 6 كيلو. طبعا نبي نمشي بالوعر هنا عشان نقصه نوصل هناك. اخواني المنطقة مرة وعرة وعرة جدا، فشوفوا كيف مثل ما تشوفون، وين ما تروح عندك سيوف وعندك فناجيل، فلازم تحتاط بكل شيء. فانا والله امشي وأشوف ما في أي جادة ما في أي سيارة بس أنا مرة، الحين قاعد أفتح أنا طريق، فالحين بمشي كذا وبعدين أطمر لأن هي هناك. تشوفونه تشوفونه هناك تشوفونه، فلازم إني يقص هذا بس، وما أخذ والله يفله وناسه وكذا، لكن لازم يعني تحسب حسابك.
ولا الموتر، والله احيانا احطه بواحد اذا كان خفيف بالتبترونيك، واذا ثقيل واذا ما منطقه يعني هيار مره طقيته بالثقيل وباثنين وثلاثه واربعه امشي. ما شاء الله الجمال، شوفوا ما شاء الله. احنا رايح هناك، نزلت طبعا شقيت لي طريق ونزلت الحمد لله. هذا نقى مطوع عن بعد 5.5 كيلو بالقارمن طبعا، شوفونه شيء بديع رهيب. شوفوا هذا نقى مطوع وهذا نقى محرقة، شوفوا الفرق بينهم تقريبا كلوين لكن كلها قطوع، شوفون هذا مطوع وهذا محرقة. الحين انا ابعد عنهم 5 كيلو بالضبط. طيب مارة، شوفوا اجعل الفيديو يتحدث. شو بوريكم، سبحان الله كأنك تشوف أهرامات مصر. هذا مطوع، هناك محرقة، شوفوا كلهم نقى 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 نقى. لكن أنا ما أقصد إن إحنا بنتكلم عن سالفة مطوع وليش أنا رايح له. هذا من ضحايا العشق والولة. شوف الطير هنا، شوف جاب غراب بالدهنة، غراب غراب يا اخواني. شوف الحين ان شاء الله ابنزل كذا وبقطع على طول اروح له خلاص. كيلو وين طبعا وصلنا بس تعلقنا، لكن ان شاء الله الامور سهلات. وش نسوي الحين؟ طبعا انا ما عندي دفلك، بشوف وش اللي يدور واقفله. شوف الحين هذا يدور خلاص، هذا اقفله، بدل ما اقفله بستخدم الفزعة ان شاء الله الامور طيبة. ركبنا الحين الفزعة الدرع وان شاء الله نشوف شو التجربة. الحين هذا مسك، شوفون صار عندي كفر يدور، نبي نقفل. هذا شوف هون يحفر، نقفل عليه، نربطنا هنا نبي نشوف وش اللي باقي يتحرك وخلاص، بنحفر له شوي تندحدر. نربطنا هنا نبي نشوف وش اللي باقي يتحرك وخلاص، بنحفر له شوي تندحدر. كفر على الكفر اللي ورا، نسمنا هنا، نسمنا هنا، نسمنا هنا، وهذا شدينا. إن شاء الله الأمور طيبة. طبعا هذا يحفر بس الحين بالرحلة شوي دقريوس. شوفه طبعا قدام تمشي بس إني شكلي بالرحلة شوي عشان يمشي، والأمور طيبة إن شاء الله. الحين قفلناه عشان يشتغل نظام دفل. حطينا الحين الفزعة قدام وهذا هنا عشان اخوان. الحين لي تقريبا ساعة ونص خلاص، الحين قربت اطلع حاجة بسيطة وخلص. والله هلكت، سبحان الله الجو حار مع الشغل. والله حار، يلا هانت كفر انفصخ وعبيته هواء، وكفرات اللي يمسك واللي ذا، وهذا قفل وانا ما عندي دفلك. يلا معاناة تعب، ما في اي مخلوق ولا في ابراج ولا في اي شيء. هذا نقى مطوع، انا عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا هو نقى مطوع، نقى مطوع سمي نقى مطوع، في واحد عاشق والهان اسمه عبد الرحيم مطوع، طبعا من بني تميم. والله معليش شوي قاعد الهث شوي من التعب اللي قاعد اشتغل شوي ومغرز، فقاعد احاول اني اشتغل. ف نبي نعيد الكرامه. حياكم الله اخواني، هذا نقى مطوع، نقى مطوع سمي على العاشق والولهان اللي مات بعد ما جفا، او بالاصح اجبروه اهله انه يطلع. عبد الرحيم مطوع التميمي، طبعا يرجع البني تميم، كان لافي على او ساكن بقرية مع ناس، وشاف له واحدة وحبة كانت صغيرة سن، عمره 18 سنة. المهم تسرب لهله اهل انت يا مطوع، مو اهل انت يا المرأة،
أو البنت تسرب أنه والله هذا ولدكم عبد الرحيم يبي فلان أو كذا، فيذكر من العادات والتقاليد كانت المشكلة هذه اللي هي الأنساب والتكافؤ الأنساب وابن عمي وابن عمي ومن هالقبيل ومن هالكلام. فجو أهله بعد ما تسرب لين ما وصل أهله، أهل عبد الرحيم جو للقرية وسحبوه يبونه يرجع القرية الأساسية اللي هي قرية أهله. رجع ورجعوه بالغصب، ويمر على هاكنقة هذا ويقصد قصيد. شوف سبحان الله المنظر كيف روعة وخيالي، شوف كيف الغيمة. يقصد قصيد حب باللي مسميه خليلي. طبعا أنا لست راويا للقصائد ولا أحترفها، لكن حبينا نعطيكم القصة، قصة النقى هذا، وهي متواترة يعني السالفة هذه. فيذكر أنه طلع في أعلى الجبل، مات عطش وجوع، هذا هو نقى مطوع يعني باختصار. ولعلي أحط الرواية بعد الرواة والقصيدة كذلك للي يحب يعني يتعمق. أنا مغرز هنا لكن إن شاء الله تسهلات، إن شاء الله حين شوي نطلع. طبعا هنا المكان هذا يا إخواني ما في أبراج، ما في نت، ما في ذا أبدا. طبعا أنا الجاي الحالي وهذا غلط لكن إن شاء الله الأمور سهلات. الحين إن شاء الله بنطلع بإذن الحي قيوم الموتر ونمشي وتسهل بإذن الله الأمور. هاي الله ييسر، جزاكم الله خير. ساعة واحدة ونص وما زلت طبعا الحين لي 4 و5 ساعات، الله يعين. بس الكابله طبعا تقطعت، ابي حفل عشان ينزل. اليوم الثالث طبعا، اليوم هو اليوم الاثنين، عندنا قم طوع متعطل ولا قدرت امشي بالسيارة، والحمد لله على كل حال. جيت هنا ما ادري ايش اللي خلاني انا هدي، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المنطقة كلها مثل ما تشوفون وايرة، ولا في جرات ولا في احد يجي هنا. اليوم هو الاثنين، انا اليوم الاثنين الساعة الحين 11 الظهر، لا حس ولا خبر، ما في ارسال، وبعد الله من سبل النجاة بإذن الله انك توقف بالسيارة وتصير بضلاب. لأن ما في فائدة لو باقطع هنا احاول اروح اجي، ما في اي فائدة، خصوصا كذلك الماء يمكن يسدني يا الله حق يومين او يوم ونص. لا واشرب على خوني مارة زي الحين تقريبا 18 ساعة او 16 ساعة ما شربت ولا نقطة ماء. وتدرع عن الحر وعلى الشمس، اصير بذلال بضلال، الله يسر الحال يا رب. طبعا ثالث يوم انا تعطل مغرز بالبر، ولا حولي احد، ولا في رسالة ولا في نت، يا اقرب جهاز اقرب جهاز مع الكنود ولا في حد يجاوب، لا بال 144 ولا بغيره، يا اقرب جهاز اقرب جهاز. اقرب جهاز اقرب جهاز، حتى بالبحث ما القى احد. وقرب خلص الماء اللي عندي
وأمس جان شد برقبتي ألم شديد جدا فظيع، كبست نومه الحمد لله خفت، الآن في شوي ألم ووجع، فالله ييسر الحال ويدبر الحال. شوفوا الحين الساعة 1:30 برا حار الجو، وهنا في هبوب هواء، فقلت أنا أختصر لا قدر الله أروح هناك وأرجع أحاول أجيب رسالة أو شيء، مع إني إلا ما شاء الله ما في رسالة راح أتعب، راح أفقد أملاح جسمي، كثير من أملاح جسمي، ويصير في إنهاك وتعب. فقلت إيش أقعد بالسيارة أحفظ الماء اللي بجسمي عشان بإذن الله يصير بإذن الله بعد الله عز وجل وسيلة إنها تساعد إن أعيش بشكل أطول. الشيء الثاني طبعا أنا أمس كنت مشغل مكيف، بعدين بالليل كنت مشغل السيارة بدون مكيف دقف للشرط، اليوم البنزين تحت النص بشوي، فقلت أوفر وإن شاء الله ربي بيسوق لنا خير بإذن الله عز وجل. والحمد لله يا ربي لك الحمد لك الشكر، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد، والحمد لله رب على كل حال. اليوم اللي هو اليوم الثالث طبعا بعيد عن الناس منقطع وقاعدين لحالي، هو معنا شوي من الموية شوي من المؤونة، والحالة صعبة والآن في الرقبة عندي، طبعا عندي كذلك مرض مزمن في شوية جفاف، لكن قاعد أحافظ على الماء قدر المستطاع والأكل، يعني أحاول أن أصير وجبة خفيفة مرة أساس أني أوفر يعني الطاقة، لأني أنا يوم صرت الصباح اليوم شوية يعني في دوخة وكذا بسبب قلة الأكل، فأكلت شيء بسيط وشربت عصير وشربت شوي موية، وإن شاء الله ربي بيفرجها من عنده بإذن الله، والحمد لله يا رب لك الحمد لك الشكر. أنا ما شريت ثريا وما كتب الله أني أشد بالطلعة هذه، والحمد لله حين أنا وقفنا وهذا اختبار وتمحيص وامتحان من الله عز وجل، فأحمد الله عز وجل على كل حاجة تصير لي الحمد لله. من العجائب بدهنا عند نقم طوع هذا، شوفونه هذا طويل العمر السلامة وغراب، طبعا لقيت جوز هذا واحد موقع هنا ما يبطي لازم يطير، كان عجيب. وش اللي جابه هنا بدهنا؟ الدنيا حر، لا ووقت حوامان، الثاني قاعد يحوم الظهرية. جو الساعة 2:30 متكي ابو الشباب هنا، سمع صوته هذا نقم طوع، هذا طار أبعطيك الأحداثية معي الأحداثية أبعطيك إياها. معك مطوع أقرب جهاز هلا هلا، أنا مطوع أنا يا خوي أقرب جهاز أنا متعطل يا عم، تكفى أخدمني تكفى، طالب أقرب جهاز، أنا مطوع أنا متورط قاعد هنا أخوك.
أنا مطوع مطوع. واضح الاحداثية يا طال عمرك. ابعد عن كيلو او اقل من كيلو. ابشر بعزك انا جاي لك الحين. وش تبعد عني طال عمرك؟ تبعد عنك 7 كيلو او 8 كيلو. رحم الله والديك، ترى انا كل اموري تمام بس مغرز فقط. ابشر بعزك ابشر بعزك. خلاص انا بخلي القى شو اسمه الكنود مفتوح. خلاص خلاص ابشر بعزك هناك. يلا رحم الله والديك. اللهم لك الحمد. الله يعافيكم يا جماعه. الحمد لله على فرج ربي. طبعا هذا النقا نقا مطوع ما في الا جدتي انا، من 3-4 كيلو ما في الا جدتي انا، هذه جدتي ورجعت من هنا، دخلت من هنا ورجعت عاد ونشبت هالمكان. عاد بيني وبينكم فضل من رب العالمين، هذا فضل ربي. وش تبعد عني يا عم؟ وش تبعد عني؟ شكلهم هذول فريق ولا شيء ما ادري والله، ترى في احد بلغ بس الحمد لله انا معلم من اهلي بالاحداثيه. هذا نقا مطوع ويوم راسلوني هنا راس اعطيتهم احداثيه، فضل من رب العالمين. القارمن جهازي انا راح يلحن القارمن. قريبين قريبين حول الاربعه حول الاربعه. يلا رحم الله والديك. اتجاه نصرحين احنا ترى طه جهازي. تبي الاحداثيه؟ تبي الاحداثية؟ اعطيك الاحداثية يا المضيع الاحداثية. هذا فضل ربي وستر ربي. هنا مات عبد الرحيم مطوع التميمي، مو بمطوعة حنا مطوعة مطوع اللي محاجيك مطوع مطوع اللي الدوسري، هذا تميمي الله يغفر له ويرحمه. حب وحده، انا قلتهم قال سلفتي بس بذكركم فيه، حب وحده وذكرت المصادر انه يا انه كان بيتزوجه او ما قدر او من هالقبيل، فيوم دروا جماعته اللي هو اخوانه وهله وعيال عمه منعوه، قالوا لا احنا ما نرضى. السبب كان يعني الروايات اللي تذكر انه بسبب عدم تكافؤ الانساب ومن هالقبيل، والبنت كان عمرها 18 سنه بس يعني صغيره هالبنت، ويمكن تكون من اسباب الزبده. حاولوا معه ينهونه، قالوا شوف طلعوا من قريتهم وجوا للقرية اللي هنا، ثم عاد ما هو فنقة لكن قرية قريبة أكيد إلا ما شاء الله. قالوا له يا عبد الرحيم يا تمشي معنا يا أنك تثني تمشي معنا، ولا يعني الروايات عديدة، يا نقتلك يا أنه غصبوه وشالوه وأخذوه معهم لقريتهم وغال غصب التميمي ذا عبد الرحيم مطوع، وربما سمي مطوع لأنه ملتحي. الزبدة من الروايات اللي تذكر يوم وصل المكان هذا قالوا ها وش بتسوي مع البنت؟ قالوا خلونا نستخير. رقى 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 إلى هنا الأعلى، شوفونا اللي على شكل نجمة هنا، سبحان الله منظر بديع خيالي. كان عطشان وجوعان، قال خلنا بستخير. يذكر انه مات من جوع وعطش، ويذكر انه مات من القهر، وذكر فيها ابيات. الزبده هذول عشان جايين حقنا انقاذ جامع الخير، والله ما ادري منهم الزبده انهم حقنا انقاذ. الزبده يوم قالوا له تبي 5 كيلو الحين، تبي شو اسمه تبي تبي لا اله الا الله تبي تمشي ولا ذا؟ قالوا خلونا نرقى فوق. يوم رقى فوق وقعد فوق قال خلنا بستخير، وتكى فوق باعلى النقى فوق. يذكر انه واحد قاسه طوله 200 متر يعني تقريبا اكبر من اهرامات الجيزه او احد اهرامات الجيزه. رقى فوق، يقال انه مات جوع وعطش، ويقال انه مات قهر، وذكر فيها ابيات. طبعا اللي راسلوني بيني وبينهم قبل شوي، قبل يمكن ربع ساعة او ثلث ساعة، يقولون 5 كيلو. طبعا
بوريكم بدل ما احنا ننتظر بعلمكم بعض الحاجات المهمة في وسائل البقاء بإذن الله عز وجل. لا تصير بعيد عن السيارة، هذه أول نقطة، وخلك دائما خلك عند ظلال زي كذا حين مظلال، وتذرع عن الشمس، وإذا أنت تحتاج شغل السيارة أو من هالقبيل خل خل شو اسمه لا إله إلا الله، خل الكبوت مفتوح، الكبوت خله مفتوح. أنا من الحاجات المهمة إن أحيانا تشوفون يسافرون ذا يشغلون كبوت، يشغلون سيارة، مشغلين سيارة ولا يطفونه بس يفتحون الكبوت، ليش؟ سبحان الله تنزل الحرارة، عشان لا قدر الله شيء ولا شيء تقدر تسعف عمرك. طيب الحمد لله الموتر شغال بس اللهم تغريز، ومتعلق البطن كامل، شوفوا البطن كله ناشب تحت، كله ناشب، ولا سويت كل سبل، ما عندي دفلك والحمد لله الأمور طيبة. من سبل البقاء اقتصد بالأكل والشرب، يعني لا تسرف واستفد من كل شيء، كل موية، كل حاجة، كل شيء موجود عندك استفد منه. ممكن تضطر انك خلاص تدخل استنجاء واستجمار، شوف هذا اللي باقي بس عندي استنجاء واستجمار. ف اللي بعد الله عز وجل وقاني اول شيء اني ما ابعد عن السيارة، اذري اذري يعني اقعد كذا اقعد بظلال، شغلت جهازهم وسمعت اصواتهم على طول الحمد لله. طلع في ناس موجهين اكيد الا ما شاء الله هالين بلغين، يعني مقلعين احد من جماعه ولا كذا ولا شيء. فسبحان الله حتى ما في الا جرتي، ما في الا الجره حقتي، جره سيارتي بس، ما في احد يدخل هنا الا انا. شتاء او صيف ذر نفسك من من الشمس، يعني تصير بظلال، اقتصد بالماء، لا تستخدمه الا حاجه قصوى، لا قدر الله انقطعت على الماء بالنسبه لفتك المويه هذه تصير اكثرها نظافه، هذه لان فيها ثلاث رديترات، ثلاث حاجات الرديتر هذه ومويه المساحات، شوف مويه المساحات طبعا فارغه، مويه المساحات يمكن عشان نفاتها كبوت، موية الرديتر اللي هنا، إذا خلاص أقل أنتهى السبل عندك الرديتر الأصلي، هذه حل القصوى. انقطعت على الماء مرة 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 العلب يا إخوان لا ترمونها، لا قدر الله العلبة اجمع فيها الله يكرمك البول، البول يصير فيها أملاح وفيها حاجات، وأنت خلاص كل يعني خطأ ومحظور ما تتخلى عنه، فاجمع الله يكرمك بالبول عشان تزداد سبل البقاء بإذن الله عز وجل. أحيانا علبة أو علبة ونص تكفيك يوم كامل شرب إذا ضبطها. كيف تضبطها؟ ما تقعد زي الحين، ها الحين شمس، اقعد وراء، لا تقعد على الشمس، اقعد وراء، إذا الشمس جاية فوق اقعد فوق السيارة، اقعد داخل السيارة. أنا منزل درايش ومتبردين أنا والذبابين، الله الذبان كله داخل جوا الموتر، والحمد لله شوفوا ها شوفوا الذبان شوفون. فأبد حتى الله يكرمك الإخراج والبراز، لا يعني إذا خلاص انقطعت السبل مرة خلاص، لا يعني لا تفرط فيها لأنها تحتوي على سعيرات. هذا ينادون ينادون، هلا لا هلا هلا سم، وش بعدت عني يا عم الحين؟ طيب وش بعدك عني؟ ما بعد عندنا يمكن بيني وبينك الا 3 كيلو او 4 كيلو ودون بعد. يلا الله الله ييسر امرك وييسر الامرك، انا المنطقه اللي فيها وعره مره. رحم الله والديك. شوف يا عم ترى انا ماشي على طريق عزاز ماشي عليه وشاق النفود، شق واصل للنقه مره. لا
مو عورة المكان، حتى هم مغرزين. سبحان الله يا اخواني، ترى امشي بالجواد هذه اقص فيها قص فمقاص مرة، شوف بس اللهم هنا هديت، هذه غلطتي الحمد لله، قدر الله ما شفاه، هذا يزهم من بعيد. يا طالب مطوع هلا، انت بعيد مرة. الحمد لله على ستر ربي، يقول باقي بينه وبينه 3 كيلو. يلا الحمد لله، المنطقة وعرة جدا. لو عندي الكليبر عقب ما قفلت على الكفر عض، فصار ما يمسك فرامل زين. شوفونه هنا عاد لو فكيت الحين ان شاء الله عاد منسم الكفرات منزلهن، خلي فيه بين 10 لما نمشي. طبعا الحين قاعد اعبي الكفرات لان كانت صفر، خليهن 10 عشان ما ينفصل هالكفر. سهل ان شاء الله سهل. يقول لقيناه ولا ادري وينه، هذا يلا راح هذا العيون. الله يجزاهم خير، شوفوا غرزوا هنا كل الدنيا جايين. الله يجزاهم خير، الحمد لله جون عون وفزعوا لي فضل رب العالمين. سلام الله خير. هذا المكان غرزت فيه شلون طلعت هذا، هلا شوفوا هذا كله انجمعيت انا، شوفوا ما شاء الله الجاده ابو فهد. ارسل خلاص بعد خوينا الحبيب ابو شرفه. ما شاء الله تشوفونها ما شاء الله يا زينه رب ايش اسمه دهنا ابو سامة. شوف ما شاء الله وعورة المكان، هذه طبعا جواد كلها جايبينها حقين عون، طبعا جاني عون انا. شوف اللي رايح هناك اللي رايح هناك، والله الجو على كيف كيوفك. لا ان شاء الله ان كتب الله المرة الجاية نصير موترين احتياطا، وباخذ معي ثريا لا قدر الله شيء ولا شيء. جنة الليل الحين مع فريق عون، طبعا الحين فصلنا الدبل ما شاء الله، الدرب هنا شوي اساس. شوفوا النقا بالليل، هذا النقا وهذا نقا وهذا اللفت. الحين الساعة 6:30 وباقي على زفل تقريبا 35 كيلو، والبنزين على الربع والفتك ما شاء الله يشرب، وانا ماشي وعند الفرامل شوي عاض بالكليبر، الكليبرات شوي عاضة، فقاعد امشي على مهلي. وجزاهم الله خير فريق عون يعني صراحة. تجيب الرابع بالله تكفى، ادخل خويك يطلع، خل بينك وبينه مسافة. انتم اخوان عدوا لين يطلع لي قدام خويكم، خلي مسافة طويلة شوي بينكم. طبعا شو اسمه لا الله فتك موتر ويمشي وكل شيء، لكن اللي وقفت فيه سبحان الله الراس اللي تعلقت فيه، لكن الحمد لله امر طيب. ولا تغريد ولا شيء على طول في جهاز يحذرنا، ف يعني الامور ان شاء الله طيبه وامور تمام. تسمعون الصوت. فالشيء الثاني بعد اللي هو ان شاء الله باذن الله يصير الطلعات اللي فيها مقطعه وفي كذا ما اروح فيها لحالي، كذلك تطبيقا وصيت النبي عليه الصلاه والسلام قدر المستطاع. ابو محمد شوفوا الا عنده بس انه لاعب السياره، شوفوا شلون متعلق الموتر وعوره الدهانة المنطقة اللي احنا فيها. شوفون انتبه الحين الفنجال قدامك انت يا ابو قدام على الموتر، لكن ان شاء الله طلع ابشركم طلع.
ماشي ماشي ماشي. ابو حمد اطلع اطلع لا توقف يا ابو حمد. طبعا ما زلنا بالليل الساعة 7:30 الحين. شلون شلون؟ عورت المكان عند نقا فجحان. هنا نقا فجحان طبعا على يساري. دائما اللي حول النقا كلها أغراض. أشوف البنزين. إيه شو شوف البنزين. شوفوا أقرب محطة. أقرب محطة 27 كيلو. وحركنا طبعا الساعة 4:30 والحين الساعة 8:22 وإلى الآن ما طلعنا من الدهانة. طبعا باقي على محطات الحين 13 كيلو. بنزين مصفي طبعا اللي صب الفوق خلاص فرة كامل. الحين عبد الحمد لله ومرجوم. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا. الله يجزاكم خير يا عون على الفزعه. ابد هذا واجب وحق. الله يسعد قلبك. الله ما نطيب ولا فضل. الله يجزاك خير. عسى الله يطول. وشلون المنطقه اللي جيتونا فيها؟ والله عسره جدا جدا. والله كل الفريق جدا عسره. والله والله عسره. ان يعني ما تصورنا انك بتكون في المنطقه اللي غبصيه. لكن الحمد لله. اي والله ستر. اي والله الحمد لله على سلامتك. الحمد لله يا رب لك الحمد. الله يبيض وجهكم انتم جميعا. جزاكم الله خير. الله يرحم والديك. ودرس ان شاء الله اني خلاص ما عاد اطلع الا لازم موترين. ابد هذا الافضل. الله يجزاك خير. بيض الله وجهك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد غراز وضياع اموري ليومين فضل من رب العالمين ان جاني الله على الزوجال من الموت. بعلمكم السالفه بعد فكينا الكفر. وهذا اللي كان عارض الحمد لله طلع. الزيت فاضي. هذه ثاني علبه. الحين ندبل الفرامل. ندبل الفرامل ركبنا بلف 35. ركبنا بلف جديد. طبعا شسمه هذه ثالث علبة الحين نركبها. 1 و2 هذه الثالثة. شلون هذه عارضة هنا تشوفون؟ هذا فيلم شيء كان شوي. إيه. أنا ورا شوي. بفضل الله ورحمته وحياة جديدة بفضل الله عز وجل. رجعنا للرياض بعد مقطعة وهلاك يومين. نجانا الله عز وجل الحمد لله حياة جديدة فضل من رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. عندنا قرارات نعلمكم إياها فيها لاحقا بإذن الله عز وجل. باقي على الرياض الحين 50 كيلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير أخواني التابعين. يلا حين مشاكم طيبين. وش عندي أنا حين الصباح؟ فيه تعميم عندي قفلناه بس لازم اراجع الشرطة عشان اسوي ازالة ال لا اله الا الله ازالة ايش اسمه ازالة ايقاف الخدمات. لانه في بلاغ على سيارتي وعلي انا شخصيا ببطاقتي. طبعا فضل من رب العالمين الله نجاه من الموت وكنت في دهنة. القصة طويلة عريضة. أنا ما أودي ذا وبعضكم ما يحب السوالف ولا يحب البربرة ويضايقه يعني هالشي هذا فما راح أتكلم فيه. أحطه في مكان ثاني. بس الحين أنا طالع من الشرطة بس لأنه في تعميم جاي من أهلي. وأنا الحمد لله بعد الله عز وجل اللي أنجى من الموت
والهلاك عدة أمور. أول شيء توفيق الله عز وجل، ثاني شيء الفعل بالأسباب، ثالث شيء طبعا كله بعد الله ثم يعني الأسباب اللي قلتها، ثالث شيء أني أنا قبل ما أطلع أعلم أهلي وين أنا رايح، وقبل ما أدخل وينقطع الإرسال معطي أهلي الأحداثية اللي أنا بروح له. فهذا بعد الله عز وجل جعل العيال يصلوا لي بسرعة بشكل يعني سريع جدا، ولا أنا دخلت أماكن أصلا كل اللي جون أمي كل بوهم هيارات وكل بوهم غرزين، حتى يوم يطلعون كل بوهم قاعدين غرزون. والحمد لله مشت أموري وأموري تمام، وسويت بالأسباب وعملت احتياطاتي بالماء وكل حاجة واقتصاد. لكن مثل ما قلت لكم أنا ما راح أحرق السالفة. الله أكبر الله أكبر. أبشروبه 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 أبشركم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. الحمد لله اخويانا وصلوا قبلنا واموره طيبه ان شاء الله، لا تستاجرون.